أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي، بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 2، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. 3، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله. آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله، من أنفسنا يا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. 4، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. 5، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك
كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة ذكرك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة التفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الهم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الافتقار كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء إليك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أولى فقرات اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تعليم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا فيما سبق في سورة الناس عند قول الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ أولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي يوسوس في صدور الناس. نقرأ مرة أخرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول الذي يوسوس في صدور الناس. تبدأ هذه الآية، وهي الآية الخامسة، الآية الخامسة من سورة الناس، آخر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم والمصحف الشريف، تجد سورة الناس وهي ستة آيات، وهذه الآية الخامسة تبدأ بقول الذي ألف وصل وهي مرققة، أي نبدأ بهيئة الابتسامة قبل النطق بتلك الألف هكذا إيه، وهمزة الوصل عند النطق بها تبدأ وكأنها همزة قطع
ولكن عند الوصل أي إذا وصلنا الآية التي قبلها وقلنا مثلا الخناسل الخناسل فلا ينطق همز. أما إذا بدأنا هذه ورغم أنها ليس عليها همز ولكنها وكما قلنا سابقا أن الأصل في القرآن التلقي، الأصل في القرآن التلقي، أي هكذا قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هكذا تلقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سيدنا جبريل عليه السلام، أي هكذا قالها الله سبحانه وتعالى ولقاها لجبريل وأخذها جبريل، تلقاها عن الله سبحانه وتعالى ولقاها للنبي وتلقاها النبي جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، ونطقها هكذا وأوصلها إلينا هكذا حتى وصلت إلينا من النبي ثم الصحابة ثم التابعين إلى أن وصلت إلينا بالسند المتصل بالإجازة المتصلة إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة. وهذا معروف عند علماء ومشايخ القراءات حفظهم الله وجعلهم الله لنا ذخرا ورضي الله عنا وعنهم وأكرمنا الله وإياهم وجزاهم الله عنا خيرا. يبقى نبدأ هذا الحرف وكأنه همزة قطع عند البدء، ولكن عند الوصل يوصل، ولذلك تجد عليه وكأن عليه صاد صغيرة، أي أنه يقول أن هذه ألف وصل. نبدأ مبتسمين، هيئة الابتسامة عند النطق بالحرف المرقق، وهذا حرف مرقق. وكذلك حرف اللام بعد ألف الوصل، اللام الأولى ال، وهي لام ساكنة، ثم اللام الأخرى وهي لام مفتوحة، وهي لام مفتوحة، ثم اللام الأخرى وهي لام مفتوحة، وأضغمت اللام الساكنة في اللام المفتوحة، ووضع على الحرف الهيئة التي تعبر عن ذلك كأنهما حرفا واحدا مشددا، فوضعت علامة التشديد وعليها الفتحة، أي أنه يخبرك بأن هذه اللام ليست لاما واحدة بل لامين مدغمتين، الأولى ساكنة والثانية الفتحة، وبدل أن يضع السكون فاللام الساكنة دخلت في اللام المفتوحة ونطق حرفا واحدا مشددا مفتوحا. ولكن عند النطق تجد أنك تنطق اللام الساكنة واللام المفتوحة هكذا، ال، هذه هي اللام الساكنة، ثم اللا اللا، هكذا تنطق بهيئة الابتسامة فهي مرققة. الذي، ما نقوله في هذه الحلقات في القراءة ليس تعليم التجويد، ولكن هو تعليم كيف يقرأ المسلم عموم المسلمين القرآن قراءة صحيحة، فيفتح المفتوح ويرقق المرقق من الحروف، يفتح الحروف، يفتح الحرف المفتوح، الحرف الذي عليه فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون، أي يحرك الحركات بالحروف حركات صحيحة، وكذلك ينطق الحروف بتفخيمها وترقيقها نطقا صحيحا، وكذلك إخراج الحروف من مخارجها بطريقة عملية. هذا تأهيل للمسلم، لأننا وجدنا كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ويختمون القرآن ولا يعرفون التشكيل أو يعرفون مخارج الحروف أو التفخيم أو الترقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم، أن يتقبل منا ومنهم، ولكن علينا أن نتعلم، فالمتتعتع في القرآن له أجرين، ولا ينبغي أن نقرأ القرآن إلا كما أنزل. فهذه يعني تبسيط للقراءة لكل مسلم، وفقنا الله وإياكم. الذي، ولكن ليس هذا علم التجويد، أي التخصص في علم التجويد، التخصص في علم التجويد له رجاله وله شيوخه ولا علماء، هذا لكل مسلم. يعني أنا فرض مسلم، أنا راجل شغلتي محكم ومراقب دولة، ولكني مسلم ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أبناء الحسن والحسين وجد الرسول، وهذا ميراث، فأنا كمسلم لابد أن أقرأ القرآن، فلكي أقرأ القرآن لابد أن أقرأه قراءة صحيح، ولذلك تعلمت على أيدي الشيوخ وأخذ إجازات من مشايخي، إجازات شفوية، لأني مش هتخصص في إن أنا يعني أعلم ويبقى عندي طلبة، أنا ليا شغلي العام، شغلي تاني مختلف تماما، ولكن ديني أهم حاجة، لأن أي حاجة من حاجات الدنيا الإنسان هيسيبها في الدنيا إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، هي دي الحاجات اللي هنروح بيها لله سبحانه وتعالى. فالدين أول حاجة، الدين أول حاجة، زي ما جدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، دينك دينك لحمك دمك، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فكل مسلم عليه أن يكون مسلما كما يحب الله ويرضى، مسلما حقيقيا حتى نلقى الله بقلب سليم. فهذا مطلوب من كل مسلم، واجب على كل مسلم، فرض على كل مسلم. أول آية نزلت في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولكن هذا ليس تخصصا في شيء معين، هذه الحلقات وهذه الدروس الهداية هذه التي كل خميس لكل مسلم، يعني المسلم العادي اللي ماشي في الشارع، أيا تكن وظيفتك أيا تكن مهنتك، أنت أولا مسلم، يعني تقول لا إله إلا الله، أي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، الدعوة إلى الله وإلى رسوله لأن يقول الناس جميعا كما نقول نحن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو هدفنا، أن يشهد كل الخلق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقوم معنا بتبليغ كلمة الله والدعوة إلى الله. هذا عمل المسلم، فكل مسلم هو داع إلى الله ومبلغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد الرسول. فهذه وظيفتنا الأساسية، المسلمون كلهم دعاة الله، دعاة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى. وتلك هي أدوات الدعوة، هذا ديننا، فنتعلم ديننا حتى نقدمه هدية لكل الخلق، عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي كل الخلق. فإذا قمنا بهذه الأمانة وفقنا الله وأكرمنا في الدنيا والآخرة، وإذا قصرنا في هذه الأمانة فإن الله يعاقبنا بأن يسلط علينا غير المسلمين يسوموننا سوء العذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حتى لا تصيبنا فتنة أو يصيبنا عذاب أليم. والفتنة هي أن نشك في ديننا، أو يخرج أحد من المسلمين ويلحد أو يترك أمر الدين أو يترك أمر الإسلام بسبب تقصيرنا في الدعوة إلى الله وإلى رسوله. لأن بالدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى يدخل غير المسلمين في دين الله أفواجا. بترك الدعوة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخرج المسلمين من الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وأيضا بالدعوة إلى الله وإلى رسوله يزداد عندنا اليقين ويزداد عندنا الإيمان بالله وبرسوله، ونحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. فالخير كل الخير في الدعوة إلى الله وإلى رسوله، والدعوة إلى الله وإلى رسوله لها مقتضيات. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، البصيرة أي العلم، العلم الذي يولد البصيرة ويكون للقلب عين يرى بها نور الله سبحانه وتعالى وعطاءات الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الداعي إلى الله نور، نور يجعل الله سبحانه وتعالى له نور يمشي به في الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه يعني بهذا الدين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايه النور اللي بيمشي به في الناس؟ الداعي اللي هو الدعوة الى الله بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك توقير آل البيت واتباع منهج آل البيت الذين اخذوا الميراث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما مع كتاب الله حتى يرث الله الارض ومن عليها. عليكم بثقلين ان تمسكتم بهما لن تضلوا، عليكم بثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فيما معنى الحديث اللي هو كتاب الله وأوصى بكتاب الله وعترة آل بيتي اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعنا على حمل الأمانة وتأديتها كما تحب وترضى. دائما نذكر بهذا الأمر، لأن هذا الأمر هو حل جميع مشاكلنا، وهو أيضا التقصير فيه هو سبب جميع مشاكلنا. فالدعوة إلى الله هي حل جميع مشاكل المسلمين، وكل مسلم، أكرر كثيرا، كل مسلم أنت داع إلى الله، أنت داع إلى الله. يا كل مسلم، يا كل مسلمة، يا كل صغير، يا كل كبير، يا كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت داعين إلى الله، داعين إلى الله وإلى رسوله، ومبلغين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت عبد لله ونائب عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أداء الأمانة إلى كل خلق الله، فلا تقصرون في هذا الأمر الأول الذي فرضه الله علينا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي، هذه طريقي،
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدوا عني عباد الله، عباد الله أي كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدوا عني عباد الله، بلغوا عني عباد الله، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا تقصروا يا أمة جدي في الدعوة إلى الله وإلى رسوله حتى لا تصيبنا فتنة، أي خروج من الدين، أي نشك في ديننا، نترك ديننا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، ونشك في آيات الله سبحانه وتعالى ووحيه. وكلما تعلمنا الدعوة إلى الله وسرنا بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كلما تغمدنا الله برحمته وكشف عنا الضر وأكرمنا في الدنيا والآخرة وأغنانا وأعاننا على كل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على كل الخير. كل أمة جدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم دعاة إلى الله، نور، نور من الله سبحانه وتعالى أهداه الله لنا، وهو دينه الخاتم، والدعوة إليه وإلى رسوله هي أول أوامره. اقرأ وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس، كل شيء منوط تحت الترند الأول. الترند الأول هو إيه؟ المسلم داعي، فكل حاجة بيعملها هو إيه؟ يدعو بها الناس إلى الله. التاجر في متجره يدعو الخلق إلى الإسلام. بماذا؟ بتجارته المباركة، بصدقه مع الناس، بصدقه في الحديث، بصدقه في البيع وفي الشراء. وهكذا المحامي، المحامي الذي يدافع عن المظلومين، المحامي الذي يأخذ القانون ويتعلمه ويعلمه ويدرسه ليدافع عن المظلومين، ويأخذ حق ذي صاحب الحق لمستحقيه، وكذلك يأخذ على أيدي المجرمين إذا فعلوا شيئا بالقانون. وهكذا التاجر، وهكذا الصانع، وهكذا المسلم الذي يكون في عمله مهندسا، أو الفلاح الذي يكون في أرضه مزارعا، أو المزارع الذي يستأجر للزراعة، وهكذا في جميع شؤوننا، وكذلك رجال الأمن، وكذلك رجال في كل المؤسسات، وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات، وكل في موقعه هو داع إلى الله من خلال عمله. وكل مسلم عليه أن يتعلم قراءة كتاب الله قراءة صحيحة، وعليه فهذه الدروس، وعليه فهذه الحلقات، وعليه فهذا البرنامج، برنامج الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا الله لهذا الاسم. وبداية من هذا اليوم المبارك، يوم الإسراء والمعراج، نبدأ أولى حلقات برنامجكم، برنامجنا جميعا، برنامج الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج توفيقا من الله سبحانه وتعالى، وهداية لنا ولكل خلق الله إلى الله، وإلى اتباع سنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعله لنا خيرا في الدنيا وفي الآخرة. عليه فهذه، هذا هو وصف البرنامج بصورة مبسطة، ليس برنامج متخصص في علم معين كما أخبرتكم، هذا مطلوب لكل مسلم. فوجدت أن علي واجبا أن أقدم هذا الأمر لكل مسلم، لأني مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى لسببين. السبب الأول أني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فعلي أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى أن أقرأ للناس. وهذا الأمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم جد الرسول، أن قل لكل الخلق قولوا لا إله إلا الله، أن أبلغ وأدعو إلى الله وإلى رسوله وإلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا واجب أول كمسلم. والواجب الثاني أني من نسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أبناء الحسن والحسين، وهذا جدي، فأنا أول من يؤمر بتبليغ هذا الميراث. أيضا اختصنا الله سبحانه وتعالى بعلم يحتاجه المسلمون في هذا الوقت. فهناك علوم، ليس كل ما تعلمناه آل البيت نقوله، ولكننا نقول
مما يتناسب مع كل زمن، مع كل زمن نحتاج إلى أمور، فكلفت بأن أخبركم بما ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يشرح صدورنا للخير. واستلمت الراية من سيدي الإمام الشعراوي عليه السلام ورحمه الله، وهكذا جيل يكمل بعد جيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتغمد من سبقنا في الطريق إلى الله وإلى رسوله والدعوة إلى الله وإلى رسوله بكل يتغمدهم الله برحمته وواسع فضله، وأن يلحقنا بهم على الإيمان الكامل، وأن ندرك من سبقنا، وأن نكون على القدر الذي اختصنا الله سبحانه وتعالى به من التبليغ والدعوة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضى. نستأنف الابتسامة هكذا، الذال أيضا من حروف الترقيق، الذي حروف التفخيم كما سبق وتكلمنا، حروف التفخيم مجموعة في كلمة خص ضغط قذ، وكذلك حرف الراء إذا كان مفتوحا أو مضموما أو ساكنا وما قبله مفتوح أو مضموم، هذه هي حروف التفخيم. يتبع وبعد الذال يأتي الياء، وهذه ياء ياء مد، أي تمد الذال بعد تمد كسرة الذال حركة كمان، يعني الذي ذي هذه حركة كسر، طيب بعدها ياء مد يعني ذي، يبقى حركتين الذي. بعد كده كلمة يوسوس تبدأ بياء وهي أيضا مرققة، الذي. إذن ما زالت الابتسامة موجودة رغم مع المض، لأن القرآن هيئة مخصوصة، القرآن له هيئة مخصوصة في القراءة، فالياء هنا ياء مرققة وعليها ضمة، فلا تأخذني الضمة من الترقيق ولكنها مرققة ومضمومة، كيف يو وليس يو، يو أصبحت مفخمة ولكنها يو، الذي يو، أي أحافظ على الابتسامة عند النطق بالياء. وعندي بعد الياء واو أصلية، عرفت إزاي أنها أصلية؟ لأن عليها فتحة، الواو الأصلية تشكل وتحرك بالحركات الفتحة والضم والكسر، أما الواو المد فلا يوضع عليها ولا تحتها أي حركات، فهذه عليها حركة فتح تبقى واو وعليها فتحة تنطق وا، هذه واو أصلية، وأيضا واو إيه مفخمة ولا مرققة؟ ها مرققة، يبقى الابتسامة تظل إيه كما هي، يو وا يو وا. بعد ذلك حرف السين وهو أيضا مرقق وساكن، يو وس يو وس. وبعد ذلك حرف الواو المكسورة وهي واو أصلية، يو وس وي. بعد ذلك السين المضمومة، سو يو وس وي سو، وكل ذلك مرقق، الذي يو وس وي سو. بعد ذلك حرف الفاء وهو أيضا من حروف الترقيق، في في. وبعده ياء ياء مد، عرفت إزاي إنها ياء مد؟ لا عليها فتحة ولا تحتها كسرة ولا عليها ضمة، يبقى همد الكسرة بتاعت الفه حركة كمان زائد الكسرة تبقى في وليس في، في أي فاء كسرة فقط، ولكن بمد ليه؟ بمد الكسرة دي حركة كمان، عشان كده حط لي ياء الايه المد، يعني بيقول لي مد كمان ايه حركة تبقى في. ها هندخل بعد كده على كلمة صدور، صدور صدور صدور. طيب الصاد حرف من حروف التفخيم، برافو تمام، لأن حروف التفخيم إيه؟ المجموعة في كلمة خص ضغط قذ، خص يبقى فيها الإلخاء والصاد، يبقى الصاد من حروف التفخيم. يعني إيه تفخيم؟ يعني هضم الفم على هيئة الابتسامة، على هيئة القبلة، معذرة، أضم الفم على هيئة القبلة قبل النطق به، يبقى بعد إيه؟ في قبل ما أنطق الصاد، في صو، أخذ إيه هيئة القبلة وأنطق الصاد الإيه؟ المضمومة، يبقى في صو. بعد ذلك عشان كده إيه لما جيت أنطق بقيت إيه أحرك الفم ما بين الإيه القبلة والابتسامة، وهكذا القارئ الصحيح تنظر إلى فمه
وهو يقرأ. فإذا وجدته ما بين قبلة وابتسام، أي هكذا يتكلم هكذا وهو يقرأ القرآن، أو تجد تشكيل فمه هكذا ما بين قبلة وابتسامة، تعلم أن هذا الرجل متقن وقد تعلم وهو يقرأ قراءة صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى، فتستمع إليه. فإن ألحن أو شيء من ذلك فهذا أمر يسير، فهو قد تدرب على القبلة والابتسامة فيستطيع أن يتعلم ويتدرب، لأن علم التجويد هو علم تدريب، وقراءة القرآن هي تدريب ككل شيء في الدنيا، لما نتمرن عليه ونتدرب عليه بيبقى سهل بإذن الله سبحانه وتعالى. تبقى صو. بعد ذلك حرف الدال وهو مضموم ومرقق. صو، ها أرجع لهاية الابتسامة قبل ما أنطق الدال الإيه، تبقى دو وليس دو. دو تبقى مفخمة وتذهب تميل إلى الضاد ولكنها دال، فهيئة الابتسامة تظل كما هي مع الابتسامة، تبقى صو دو. صو هذه ضمة وهذه ضمة، هذه ضمة مع التفخيم ففيها القبلة، فيها أي تشكيل الفم على هيئة القبلة التي في حرف الصاد صو. أما الدال فهي ضمة مع الترقيق فتكون ضمة مع الابتسامة، دو صو دو صو دو. ها ما بين قبلة وابتسامة يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى تدريب. صو دو صو دو صو دو. ها بعد كده في عندي واو. طب الواو دي بقى أصلية ولا واو مد؟ لا عليها فتحة ولا تحتها كسرة ولا عليها سكون. طيب دي واو، تبقى دي واو مد، يبقى همد ايه بقى؟ بمد ما قبلها من حرف اللي هو الايه، اللي هو الدال، يبقى الدال عليه ضمه، وهمد الضمه دي كمان حركه، يبقى همد الدال حركتين، تبقى صو دو. طيب اذا انا سبت فمي مع الضمه وراحت رايحه للقبله دو، تبقى كانها ايه؟ كانها حرف الضاد. لا، يبقى ايه؟ دو صو دو، لان المد يتبع الحرف الذي قبله لانه بيمد الحرف، فالحرف مرقق يبقى يمد ايه؟ مرققا، سواء كان مضموم او مكسور او مفتوح، تبقى صو دو. بعد ذلك حرف الراء، وهنا الحرف حرف الراء تحته كسره، يبقى ايه؟ مفخم ولا مرقق؟ طالما تحته كسره يبقى مرقق عند الوصل. طب اذا وقفت على الراء هيبقى هقف على راء ساكنه، وما قبلها مضموم، هو اول حرف قبلها ايه؟ الدال، والدال مضمومه، يبقى هتتبع الحرف، يبقى اذا وقفت على الراء هنا اقول ايه؟ صو دو، اقف عليها ايه؟ مفخمه، اي ياخذ الايه؟ الفم هيئه القبله قبل النطق بالراء. طيب اذا وصلتها اوصلها مرققه، صو دو ري ري. بعد كده حرف الف الوصل في كلمه الناس، صو دو رين، وبعد ذلك اللام، ويعني كما سبق اللام هنا لام ساكنة دخلت على النون وكأنها نون خرجت عن هيئتها وأصبحت نون إيه؟ نون ساكنة ما مضمومة أو مضغمة في النون التي بعدها اللي النون المفتوحة، وصار كأنهما حرف نون، حرف نون تنطق كأنها نون واحدة مشددة وعليها علامة التشديد وفتح، العلامة فتحت النون إيه الثانية لأنها بتغلب على اللام والنون التي قبلها، فتنطق هكذا أن خلاص اللام وكأنها سايلنت، على رأي الناس اللي الأجانب بيقول لك إيه سايلنت، الحرف ده سايلنت يعني إيه لا ينطق، يبقى مكتوب بس ما تنطقش هكذا برضه. اللام هنا مكتوبة لكنها إيه؟ لام شمسية لا تنطق، ولكن هتنطق إيه؟ هتنطق نون ساكنة داخلة في النون الإيه المفتوحة، والنون المفتوحة غلبة على النون الايه الساكنه في النطق، فتنطق كانها حرفا واحدا مشددا مع الغنه في هذا الحرف، لان الميم والغنه من حروف الايه، من حروف الميم والنون من حروف الغنه، معذره، النون والميم وغنه ميما ثم نونا شدده، وسمي كل حرف وسمي كلا حرف غنه بدا. يعني ده طبعا في التحفه لما نيجي ندرس كده ايه علوم التجويد، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب ويكرمنا ويكرمكم ويكرم علماءنا. يعني الميم والنون المشدده تغني بمقدار ايه؟ حركتين، زي المد الطبيعي كده، تبقى ان حرق ايه يخرج من الالام. في ناس بتخرج او يعني بعض من يلحن او لا، يعني لسه بيتعلم كده، كلنا بنتعلم مع بعض، ربنا يعلمنا جميعا. تجده يخرج الغنه من الايه؟
من الفم أو يخرج هواء من الفم مع الهواء من الأنف، لا، يتدرب على أن الغنة لا تخرج إلا من الإيه؟ من الأنف ومن الخيشوم بمقدار حركتين هكذا. يبقى خارجة منين؟ من هنا، ملاش دعوة بالفم خالص. في بقى حد إيه؟ يخرج الإيه؟ الغنة من الأنف، من الفم، من الفم، وده خطأ. الغنة لا تخرج من إيه؟ يعني لما تجده ماسك أنفه وبيقرأ هذه غنة خاطئة. الغنة الصحيحة لا تخرج إلا من إيه؟ من الأنف. هكذا أو البق كله خلاص كده، أو الأنف كله مقفول، وبتقول إيه؟ هي وده صوت الإيه؟ صوت الغنة. يبقى تقرأ هكذا مع الابتسامة، لأن النون من حروف الترقيق والغنة، والنون المشددة تغني بمقدار حركتين وترقق. عندي بقى هنا ألف. الألف دي ألف مد، ألف مد، ألف الوصل، بيبقى حاطط لي هو عليها في المصحف كده زي الألف الأولانية كده، الناس، حاطط لي عليها صوت كده بيقول لي دي ألف وصل، إنما دي ألف إيه؟ مش حاطط عليها أي حاجة، تبقى اسمها ألف مد. يبقى همد النون المفتوحة حركتين، يعني همد فتحة النون دي بدل ما هي النا، همد كمان واحدة تبقى النا، اللي هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حركتين، أي ثانيتين أو فرط أسبوعين أو قبض إيه؟ أسبوعين، أو زي ما يتيسر لك، يعني مقدار ثانيتين. النا مع الاحتفاظ بهيئة الابتسامة، لأن حرف النون وكذلك مد النون يكون بالإيه؟ بالترقيق، لأنه حرف مرقق. يبقى غنة وترقيق ومد لهذا الحرف الإيه؟ المرقق. هكذا بعد ذلك يأتي حرف السين، وإذا وقفت عليه أقف بسكون. الوقف في القرآن كله لا يكون إلا بسكون، والوصل يكون على حسب كل حرف وهيئته من التلقي بالقرآن. فالناس عند الوصل سين كلمة الناس، سين كلمة الناس، عند الوقف تقف بسكون هكذا الناس. أما عند الوصل فأقول إيه؟ الناس مينا. طيب الناس مين، الوقف كله يكون بإيه؟ بسكون. يبقى أوصل على حرف تشكيل، وتشكيل السين هنا سين إيه؟ سين مكسورة، تبقى سي مع الاحتفاظ في سواء في الوقف أو في الوصل بهيئة الابتسامة هكذا الناس. هذا عند الوقف. طب عند الوصل الناس من، وإذا كنت هوصل وهكمل بقية الناس من الجنة والناس وهكذا. نقرأ الآية بعدما تعلمناها مع بعض كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة ومعرفة قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يوسوس في صدور الناس. وفقنا الله وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وهنقف عند الآية السادسة اللي هي قوله سبحانه وتعالى من الجنة والناس، وهذا إن شاء الله موعدنا في الخميس القادم في الساعة 5 مساء. بعد كلام الله سبحانه وتعالى نعرض إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة قولية وفعلية، وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالية ووقتية ومجتمعية، أي دراسة حياة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وعملا وحالا وإخلاصا، دراسة النور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا. قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين. تلك هي السنة. فنقرأ من كتاب صحيح البخاري وهو أصح الكتب باعتماد يعني جمهور العلماء أو أجمعت عليه الأمة أن هذا من يعني هذا هو أصح كتاب كتب في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أحاديث كتاب صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقفنا عند حديث هنقول هنا نقول إيه حدثنا في كتاب الإيمان. إحنا هنا في كتاب الإيمان نقرأ كده في هذا الكتاب هنا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر الباب 37. هنقرأ من هذا الباب ونسترسل في الأحاديث وهذه الأبواب وإحنا هنحول صفحة كده من كتاب صحيح البخاري ونقرأ دائما من الإيه من أول صفحة يمين. إحنا دلوقتي في الصفحة ده رقم الصفحة 20 من كتاب صحيح البخاري كتاب الإيمان. نقول عنوان الباب تاني سبعة وثلاثين. الباب ده رقم 37 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 35 بعد 100. الحديث 48. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجاة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث 49. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 37. 38. الباب 38. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سورة آل عمران الآية 85. الحديث 50. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة، هذا الحديث 51 من كتاب صحيح البخاري. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. اللهم أتمم علينا نعمة الإيمان والإسلام يا رب. الباب 40، هنا هذا الباب، هذا يعني أورد فيه هذا الحديث وكأنه هو عنوان للباب، وأيضا هو حديث في نفس الباب، هو الباب 39، وهذا جزء من حديث طويل في أول البخاري، قد قرأنا هذا الحديث. طيب 40 اللي هو الباب 40، باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أي واقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هكذا كان يرحب جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكل خلقه الهداية. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به. شوفوا شوفوا شوف بقى فاهمين الإسلام، لسه داخلين في الإسلام وعارفين إن هم مطلوب منهم الدعوة إلى الله وهكذا، ومش هيقدروا يروحوا للنبي كتير عشان يعرفوا منه، فبيقولوا لي يعني قول لنا على حاجة كده نعرف يعني نعمل بيها عشان نعمل بهذا الدين ونستفيد به ونكون ايه ونشهد الخير ونرى الخير، فقول لنا على حاجة يعني ايه نعرف نشتغل عليها يعني نشتغل بيها والله يكرمنا بيها كده. فمرنا بأمر فصل، حاجة يعني تكون ايه
تمام. فصل: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. شوف الناس دي نصحة ازاي، يعني تفهم كده وناس حلوة كده. وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يعني الإيمان ده تعليم وعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. شوف الأدب، الله ورسوله أعلم، مش يعمل نفسه فيلسوف ويطلع يعمل قناة، لا لا، الله ورسوله إيه؟ الله ورسوله أعلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتكلم الجاهل وأن يتعلم، وأن يتكلم العالم ويعلم، وأن يعلمنا الأدب مع المعلم وأدب التعلم، وأن يجعلنا علماء ومتعلمين كما أخبرنا وكما أحب جدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أدبنا بأدبك يا الله كما أدبت جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قالوا إيه؟ يبقى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع. هنقول الإيمان ده تاني، يعني وكأن حد كده حابب إن إيه أقول تاني. طيب، حاضر. وبيسأل كده يعني، طب ما هنا الإيمان لما سيدنا جبريل سأل، ما هو الإيمان ده، الإيمان بضع وسبعون شعبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيجيب زي ما قلنا، يعني مش بنقول كل العلم، بنقول على حسب كل حال، عشان كده ده دراسة حال النبي. حال النبي هنا مع الناس دي يعني بيعرفهم من مقتضيات الإيمان اللي هيتناسب مع حالهم. شغل فعرفهم بقى موضوع الخمس هنا، فموضوع الخمس حتى هو عنوان الباب هنا إيه؟ أداء الخمس من الإيمان. يعني الإيمان مش الستة بس، لا، ده دول الستة، دول الأصل، دول القواعد اللي بتبنى عليها الإيمان. إنما الإيمان حاجات كتير، يعني إصلاح ذات البين من الإيمان، وأداء الأمانات من الإيمان، والصدق في المعاملات، والصدق مع الجار، وحسن الجوار، وحسن العشرة بين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، وبر الوالدين، وإلى آخر مقتضيات الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الإيمان، وأن ينفعنا بالإيمان، وأن يزيد في حياتنا الإيمان، ويكون أحسن في كل وقت وحال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي يكون المسلم دائما في صعود إيماني، في صعود إيماني. النهاردة ما بقاش زي امبارح في الإيمان، كل يوم المسلم بيزداد إيه؟ بيزداد إيمان، وبيزداد يقين، وبيزداد بإيه؟ بأنه يعمل بهذا الدين، يبلغ هذا الدين، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيزداد نور وإشراق ورحمة من الله سبحانه وتعالى. جعل رزقي تحت ظل رمحي، والرمح هنا رمح الدعوة إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في غزوة أو ما خرج مقاتلا إلا مضطرا ليكمل الدعوة إلى الله، هذا هو الهدف، وليس ولم يكن جد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بنفس تموت على غير الإيمان، لأن هذا الداعي نجاحه في أن يكثر أتباع دعوته. أي حد بيدعو لشيء نجاحه في أن يكثر أتباع دعوته. فنحن المسلمون نجحنا النجاح أن يكثر أتباع هذا الدين، أن يكثر أتباع هذا الدين نجاح المسلمين. يبقى احنا كم واحد، يعني كل واحد يسأل نفسه، كم واحد دخل هذا الإسلام وأحب الله وأحب رسوله وآمن بالله وبرسوله وأصبح مسلما على يدي، تسببت في إسلام كم واحد؟ هذا هو المقياس اللي هنسأل عنه يوم القيامة، لأن احنا عندنا الله سبحانه وتعالى أعطانا نور كنور الأنبياء، كما كلفنا بما كلف به الأنبياء، لأن جد الرسول هو آخر الأنبياء، ما فيش نبي هيجي تاني، هو آخر الأنبياء، فاحنا مكلفين بأن نقوم بما قام به الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ علماء أمتي، أي الآخذين بهذا العلم والمبلغين لدين الله والداعين إلى الله، اللي هم أتباع سيد جد الرسول صلى الله عليه وسلم، كعلماء بني كأنبياء بني إسرائيل. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أي الذين يقومون بالدعوة إلى الله وإلى رسوله زيهم زي الأنبياء اللي كانوا أيام بني إسرائيل، أي الأنبياء الذين سبقوا جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجد الرسول هو خاتم الأنبياء، فإحنا مهمتنا أن إحنا نقوم بما قام به الأنبياء، وعلى رأسهم من خاتم الأنبياء اللي هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدعوة إلى الإسلام واجب على كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمل هذه الأمة. يبقى المقياس النجاح فين؟ يبقى احنا أي نبي نجاحه فين؟ بيجي كل نبي، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه إلى آخر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم فإني مباهن بكم الأمم. يبقى احنا نبقى أكثر عدد إزاي؟ من خلال الإيه؟ الدعوة. فكلما كثر عدد المسلمين بحق وليس التفرق في الدين، فلابد أن نجتمع على كلمة واحدة، لا إله إلا الله جد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دون تفرقة. أي مذاهب أو أي شيء هذا للعلم، علم يعني التصوف ده علم لا بأس أن تتعلمه، ولكن لا يأخذك التصوف من الأصل، لأن ده فرع. ده يعني الدين ده عامل زي الغيث الكثير الذي أصاب الناس، يعني زي مجرى الماء كده، مجرى الماء بيخرج منه إيه؟ تفرعات وترع وهكذا. فالتفرعات يعني مثلا واحد يتبع منهج السلف ويدرس القرآن لا بأس، هذا علم، ولكن لا يأخذك عن الإيه؟ الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين الإسلام وتتعلم، هذا طيب. التصوف وأن يكون الروح ترتقي مع الله سبحانه وتعالى، والإنسان ترتقي عنده البصيرة، هذا علم لا بأس تأخذ هذا، بالعكس أنت مأمور بهذا العلم حتى تدعو إلى الله. يبقى الأصل الدعوة إلى الله، كلنا الدعوة إلى الله، حب آل البيت هذا علم، هذا واجب، كتاب الله وآل البيت، ولكن لا يأخذك من الأصل، ولا يكون عندك منافسة وأن تحقر من شأن من وقرهم الله. الله سبحانه وتعالى أحب النبي وأحب أصحابه، يبقى إيه؟ يبقى لا تدخل السياسة ولا تدخل النفسنة النفسية والأمور النفسية في الطريق إلى الله. لابد من الإخلاص على كلمة واحدة، هو سماكم المسلمون، يبقى مسلم، بدعو إلى الله، بدعو إلى الإسلام كما جاء به كل الأنبياء، وعلى رأسهم جدي، هؤلاء أجدادي، الأنبياء جميعا هم أجدادي، وخاتمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فأنا ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، أخبركم بما أخبركم به جدي، وهكذا نستلم الراية ونسلمها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله كريم، الله رحيم. بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جدي الرسول رحمة للعالمين، فمش هيسيبنا كده. ففي واحد كده الله سبحانه وتعالى بيبتليه وبيكرمه وبيعطيه الراية وبيكلفه، يعني نتعاون في أن نكون كما يحب الله ويرضى، نتعاون جميعا، لأن الأمانة دي لن يحملها واحد، يعني كلنا نرفق إيه ببعض ونتحمل جميعا هذه المسؤولية، ونبلغ دين الله وندعو إلى الله، عسى الله إيه أن يرحمنا، عسى الله أن يرحمنا، وندعو للظالمين، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادعو، اعفو عمن ظلمك، واعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. هو ده الشغل، هو ده الشغل. طب ايه ده؟ مين اللي هيبقى قلبه كده؟ هو ده سيدنا النبي، جد كده، والله يعين انا لازم ابقى كده، ولا ازكي نفسي، اسال الله سبحانه وتعالى يجعلني وكل المسلمين هكذا، نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونحسن الى من اساء الينا، هكذا يدخل الناس في الدين. الانتقام ليس من شيم المسلمين، الانتقام الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر المسلمين، هو الذي ينتقم للمسلمين إذا كانوا يعملوا فيما أمرهم به. يبقى احنا إذا على أمر الله سبحانه وتعالى ولا نخالف أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيبهم عذاب أليم. إذا احنا ماشيين على أمر الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله وإلى رسوله، تشغلش بالك باب أي حد. الكويس الله سبحانه وتعالى هيكرمك وهيكرمك به، وهيجعله كما يحب الله ويرضى، وهيكرمنا ويعطينا العطاءات، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. واللي يعني مش على الترتيب والله لا يريد به خيرا، فده الله سبحانه وتعالى هيزيحه من ايه؟ لان الدعوه الى الله، الداعي الى الله معاه نور ومعاه تأييد ومعاه حاجات
خير كتير. النصر، كل النصر في الدعوة إلى الله وإلى رسوله. والمسلم لا يحارب إلا لتبليغ دين الله، لا يحارب من أجل كرسي ولا منصب ولا مراكز سياسية ولا مراكز اقتصادية ولا عشان الأكل ولا عشان الشرب. المسلم يعلم أن الله يرزقه الأحوال الاقتصادية لا، الداعي إلى الله ده في حتة تانية خالص، ملوش علاقة في كل الكلام الفاضي، يعني الكلام الفارغ والسياسات التحكمية والسياسية للتحكم في الشعوب. وكأن الرزاق هو الله. الدولار طلع، الدولار نزل، الدولار اتلغى، راح، العملات كلها اتلغت. الرزق لن يتلغي، لن يلغى، لن يلغى رزقك. ستأخذ رزقك قبل أن تموت، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أجلك مش هيجي لك لما تاخد رزقك اللي مكتوب لك، ما فيش حد غيرك هياخده، وما فيش حد هيقدر ياخد رزق حد. دي اختبارات. اللي بيطمع في حاجة غيره ويقعد يكنس، ده هذا رجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، هذا مريض في قلبه، عنده مرض اسمه الطمع. فهذا مريض، ده يصعب عليك. الداعي بقى إلى الله بيشوف، عنده بصيرة، فلما يلاقي واحد مريض زي ده، يعني مريض بالإيه؟ مريض بالطمع، بالفلوس، يقول الله يشفيه، يدعي له بقى كتير أن الله يشفيه. كذلك كنتم من قبل، كان واحد برضه هو صغير كده وشاب كده، كان لسه متعلمش، فاكر ان الدنيا يعني الدنيا عرض زائل، واللي مستنيك قبرك. قبرك هو اللي مستنيه، مش اي حاجه تانية. اي قصه تانية هتسيبها وهتروح للايه؟ هتروح لعملك اللي هو الشغل ده، اللي هو الدعوه الى الله والى رسوله. فواحد مثلا الكرسي والسلطه والجاه والسلطان عمي شويه، او مخليه ملهي، طب ما ده مريض، ده مسكين، ده تدعي له كتير وتنصحه كتير ان الكرسي ما يكونش سبب، زي ما حصل كده مع هرقل، ان الملك بعده هو عارف الحقيقه وكان عمال يدور عليها، ولكن بسبب وجماعهم عشان يقول لهم طب ده في النبي اهو، واحنا عندنا يعني عندهم التوراة، ومع ذلك ايه عندهم الانجيل موجود فيه صفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، وعرف صفته وعرف كل حاجه، ولكن الملك والكرسي خلاه ايه؟ خلاه صده عن سبيل الله سبحانه. طب ما ده مسكين، ده يصعب عليك. هو الملك والكرسي ده هيقعد معاه قد ايه يعني؟ هيقعد قد ايه، كام سنه؟ كام ولا حاجه، ده كلام فوق. هذه الامور، الناس اللي شغله بالها بالدنيا، الدنيا دي احنا جينا فيها عشان نتأدب بس، عشان نتعلم فيها الادب. احنا مكاننا الحقيقي مع ابونا ادم في الجنه. الله لما ودى ابونا ادم بعد ما خلقه ودى الجنه، مش جابه الدنيا، ده ودى الجنه. لما في الجنه حصلت موضوع الشجره والكلام والقصه المشهوره التي ذكرها الله في القران، جينا نتعلم الادب هنا في الدنيا. طب ايه بقى اللي شاغل باله بالدنيا ده؟ حضرتك جاي نتعلم الادب، يعني حضرتك انا كلنا جايين نتعلم في الدنيا الادب. فاذا تادبنا نروح مكاننا الطبيعي اللي هو الجنه. طب قليل الادب بقى اللي مصر على انه يقل ادبه، طمعان في كرسي، طمعان في حاجه اخوه، طمعان في حاجه اخته، عمال يعمل اشياء. طب ما ده بيضر نفسه، ما بيضرش حد تاني. والله الذي لا اله غيره لا يملك احد من خلق الله، لاحد من خلق الله نفع ولا ضر، ولا جد الرسول ولا حتى الانبياء، قل لا املك لكم ضرا ولا نفع. لا حد يقدر يضر حد ولا حد يقدر ينفع حد. المؤمن امره كله خير، الداعي الى الله امره كله خير. والله ادعوكم الى الخير وبقول لكم الحقيقه. طب انا راجل اهو الحمد لله، والله سبحانه وتعالى مديني من المكانه الاجتماعيه، ولا كل ده هيروح مع ليه؟ مع عند اول القبر. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هو ده بقى الشغل اللي ايه الله ينفعنا بيه. نستأنف ومعذره تانية على العزيز، بس ايه دي بتبقى خواطر بتيجي كده لاهميتها، لان في ناس يعني بتتاخد للاخبار. الناس دي يا فندم، الناس دي يعني همها مشاهده الناس، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه وعنهم، يعني ده شغله بيقول الاخبار. فحضرتك ما تاخدكش العاطفه مع الاخبار دي، مش دي، خليك مع الله. خليك مع الله. القيامه قامت، طب ما ماشي، طالما انا عن الايمان والقيامه قامت، طب ما هو احنا اصلا كده كده هنموت، يعني ما احنا جايين هنا انك ميت، ده جدي الرسول صلى الله عليه وسلم في احسن من كده، انك ميت، ده بيقول له هو صاحبه، انك ميت وانهم ميتون، احنا ميتين ميتين، يعني احنا جينا طب هنموت على ايه؟ على الايمان. القيامه قامت واحنا على ايه؟ يبقى الايمان هو اهم حاجه نتمسك بيها، والايمان يزيد بالدعوه الى الله.
كل مسلم هو داعي لله، نشتغل نتحرك في الدعوة لله. كل واحد كل واحد يستخدم الأدوات اللي الله مديها لك كلها، سواء التواصل الاجتماعي، الناس اللي هي بتخش يعني تعمل حاجات إلى حد ما مش لطيفة كده، إباحية وجنسية وكده، ما ننعزلش عن الناس ديت ونخاف إن هم اللي يأثروا علينا. يبقى أنا كده عندي حاجة مشكلة. لما تكون واحدة كده لابسة لبس مش عارف إيه، فأنا هتأثر، وكل هي أي واحدة تضحك ضحكة هتأثر بيها، أي واحدة لابسة على الموضة تأثر بيها. يبقى أنا الإيمان فين عندي؟ أنا المفروض أصلا دي أشفق عليها، تصعب عليك إنها مش على الإيمان تدخل في الدين. إذا كانت مسلمة يبقى اللي بتعمله ده قلة أدب، يبقى تعلم الأدب وهكذا. ده إذا كان عندنا إيمان حقيقي. إنما أنا عندي بقى أنا المشكلة، يبقى دي مشكلة. يبقى هؤلاء الناس مسؤوليتنا، العلماء مسؤولون عن تأديب المسلمات والمسلمين للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. والمسلمون كلهم مسؤولون عن غير المسلمين مهما كان حاله بقى، لابس آلة، ما هو أصلا غير مؤمن غير مسلم، فبيفعل بقى. تبقى أنت حضرتك ده مسؤوليتك إنك تعلم الله يسألني وهيسألك. كلنا المسلمين مسؤولين عن غير المسلمين في تبليغهم دين الله، حتى يتعلموا أن يكونوا أدميين. ما هو اللي بيعمل ده حاجة غير منطقية. يعني واحد ما بيسترش نفسه، واحدة ما بتسترش نفسها، ده بيعمل شيء غير منطقي غير إنساني، فبيهون على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيسلط عليه يعني يهينه. أنت بتهين نفسك ليه؟ لكن مين اللي هيتعلم ده؟ جد الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ده، المفروض احنا نتعلمه ونعمل به ونعلمه لكل المسلمين ونبلغه لكل الخلق أجمعين. ربنا يوفقنا جميعا، وهي دي النية في كل شيء من أعمال الإيه؟ من أعمال الإسلام. طيب نقرأ الحديث الثاني. فضل باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه، ده باب فضل من استبرأ لدينه. طيب احنا في إيه؟ في باب أداء الخمس من الإيمان. يبقى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب ما جاء إن الأعمال ما جاء إن الأعمال باب ما جاء إن الأعمال بالنيات ما جاء إن الأعمال بالنية باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. هكذا كان جد الرسول يكرر. يعني أنا بقرأ كده وأكرر، ده امتثالا للأوامر النبوية. يعني هي أوامر إلهية، والله سبحانه وتعالى يكرر الآيات التي فيها إيه؟ التي فيها تحفيز على أمور معينة مهمة، زي فبأي آلاء ربكما تكذبان. تجد إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يكرر: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هكذا كان الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يحب التكرار ويحب الإلحاح في الأمور الهامة. فهذا الباب العنوان هام، فلذلك إيه؟ نكرر. وهذا من سنة جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنقوله مرة تانية عشان نسترسل، فمش عايز حد يعني يزهق إن يبقى لا، التكرار بيعلم الشطار. التكرار يأتي من التكرار الاستقرار، أن يستقر المعنى لنعمل به وهكذا. باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. سورة الإسراء الآية 84، أي على نيته. نفقة الرجل
على أهله يحتسبها صدقة، يحتسبها صدقة. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب، وده آخر حديث هنقف عنده بإذن الله. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. صدق رسول الله جدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحديث ونستأنف القراءة صحيح البخاري كل عن حلقة من حلقة الهداية، نحول إيه صفحة من صفحات البخاري. إحنا وقفنا عند صفحة 22 حديث 56 وباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. طيب هنقرأ بعد القرآن والحديث من التاريخ الإسلامي وبخاصة حياة الصحابة الكرام، التطبيق العملي للقرآن والحديث وخير من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. برضه هنحول صفحة كده من كتاب حياة الصحابة. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لأفراد المشركين ممن لم يسلم. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهل. أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلما إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم ما تقول حق لاتبعتك. يعني قالها له كده بنفس الإيه، يعني تلاقي ناس كده لما تيجي تكلمني أقول لك يا عم أنت هتمسك كده، يعني معلش. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقبل علي فقال، ده مين بقى اللي أقبل؟ ده أبو جهل. فأبو جهل أقبل على مين ده؟ اللي هو الصحابي ده
اللي هو مين؟ المغيرة بن شعبة. يبقى سيدنا المغيرة بن شعبة ما بيقول ايه؟ اول ما عرفت سيدنا النبي كانت الحكاية. شوف ايه يعني، ايه يعني دعوتك؟ ما ممكن واحد يكون ايه يعني بيرد عليك اه، بس يكون سبب في ايمان حد يعني. الكلام ده ما بيروحش، كلام الداعي وافعاله ما لا تذهب سدى ولا خلاص، لان النية تسبق العمل. طالما هو شغال كما يحب الله ويرضى لازم هيبقى فيه اثر ولازم حد يدخل في الاسلام. فنشوف كده هيحصل ايه. واقبل علي، ده ابو جهل بقى، اقبل على مين؟ سيدنا المغيرة بن شعبة. قال له ايه سيدنا ايه؟ قال له سيدنا مين؟ المغيرة بن شعبة اللي بيروي الايه الحديث ده. طيب واقبل عليه فقال والله اني لاعلم ان ما يقول حق. يعني هو عارف ان سيدنا النبي حق. ده مين ده اللي بيقول الكلام ده؟ ابو جهل. ولكن يمنعني شيء. الله، طب ايه اللي منعه من الايمان؟ عارف انت حق، يعني حد يضر نفسه الضرر ده كله؟ عارف ان ده الحق، الله حق والنبي حق وكل، عارف الحق فين وبيعترف وبيتكلم كمان. ايه ده؟ ولكن يمنعني شيء، ان بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية. طيب بني قصي هنا ده الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أراد أن إيه يتكلم ويذكر الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه مغزى هنا؟ أن هو عايز يقول إيه أن الناس دي يعني إيه فضلت تعلى كده في المراتب بتاعتها كده، اللي هم بني هاشم يعني. ولكن هو إيه أراد يذكر إيه الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن بني هاشم ما كانش ليهم الذكر العلو قالي ده، عمالين يعلو 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 يعني. فهيقول له كده بني قصية اللي هم بني هاشم يعني، قالوا فينا الحجابة. والحجابة هنا يعني حمل مفاتيح البيت الحرام، فلا يدخله أحد إلا بإذن منهم، والقيام بخدمة الكعبة. يبقى إيه؟ قالوا فينا الحجابة اللي هي اللي إيه الميزة دي. فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية اللي هي سقاية الحجيج. وما ذلك إيه؟ السقاية سقاية الحجيج في موسم الحج. طيب فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة. والندوة اللي هي الاجتماع للمشورة والرأي بدار الندوة، يعني هم اللي يفصلوا في الإيه؟ في مجلس الشورى بتاع ايه مكة وهكذا. ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء. طيب اللواء اللي هي راية الحرب، وكان قصي يحملها او يسلم او يسلمها لمن ينوب عنه. يبقى هنا هو ايه قصد الجد الرابع للنبي اللي هو قصي ده، لان هو ده اللي اول اللي ايه اول اللي من بني اللي بعد كده هم بني هاشم او الهاشميين اللي ايه اللي كان فيه لواء الايه المشركين في الحروب، او لواء قريش معذره، لواء قريش في الحروب او في الايه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو الايه قصي ده اللي هو جد الرابع للرسول بيمسك، واللواء الايه اللواء اللي بيرفع في الحرب اللي هو العلم يعني اللي بيترفع للايه في الحرب دي. عشان كده هو ذكره هنا. فوصل بقى الموضوع اللواء ده، فقلنا نعم ثم اطعمه. هنا بقى ايه لحد اللواء ده قالوا كفايه عليكم، ايه كفايه عليكم قوي كده، انتوا معاكم اللواء والندوه يعني ايه ومفتاح يعني انتوا واخدين كده ايه كل سيبوا لنا بقى ايه يعني ايه يعني موضوع ايه موضوع سياسي. يعني السياسه هي اللي خلت او المكانه الاجتماعيه هي اللي منعت ابو جهل اللي كان بيدعى ابا الحكم. يعني راجل عنده حكمه، ده قصته عجيبه. لما نيجي نقرا قصه ابو جهل ده قصه عجيبه. كان يعني هذا الرجل كان بيتمثل ببعض الشيم التي دعا إليها الإسلام أصلاً وهو في الجاهلية حتى يكون له إيه مكانة. ولكن إيه هنشوف دلوقتي القصة. يعني الدافع السياسي جعله من أبا الحكم، من راجل عارف يعني إيه سياسة، بيتكلم أهو عارف يعني إيه سياسة ويعني إيه حكم، وده معاهم اللواء ومعاهم كده، إلى أبا جهل. بسبب إيه؟ بسبب عدم اتباع الحق لهوى النفس وحب السياسة وحب السلطة. فهنشوف كده. يبقى اللي اهلك هذا الرجل ايه حب السلطه، زي برضو ايه ملك اللي هو اللي ايه الملك اللي هو ما رضيش يؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضيش يؤمن بالله ولا برسوله ولا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو عارف الحق فين. نفس الحكايه برضو يعني ايه يعني اهل مكه عارفين اهو. ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم. وكان بقى الجد الرابع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جد الرسول اللي هو قصي الجد الرابع لجد الرسول، كان هو الذي يحمل ايه لواء الحق اللي هو العلم يعني. فقلنا نعم. ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم. ثم اطعموا واطعمنا، ابتدى بقى يحصل المنافسه بقى. ثم اطعموا واطعمنا،
اللي هو اتعامل ايه الحجيج. حتى اذا تحاكت الركب، حتى اذا تحاكت الركب، حتى اذا تحاكت الركب. تحاكت الركب كان بيحصل كده زي سباق، كان بيحصل كده سباق ما بين الخيل او ما بين الجمال، فيبقى ايه يعني ايه جمل سابق او حصان سابق، فيجي الحصان التاني ايه عايز بقى ايه يحصل بقى ويوصل كده، في ايه يقرب تحكت يعني ابتدى ايه يقرب كده ويبقى معاه في الايه في التساوي في الايه في تحكت الايه الركب. قالوا منا نبي، خلاص بقى احنا اطعموا ابتدينا بقى ايه يبقى في مكانة اجتماعية كده ايه وسياسية ايه هنبقى ايه جنب بعض كده وايه ويبقى في ايه نوع من الايه من التساوي كده، وتبقى ايه يعني ما يبقاش حد ايه ليه فضل على حد وكده ويبقى ايه لينا وضع يعني. فقالوا منا نبي، والله لا افعل. يعني بس هو قياسها ازاي؟ قياسها مقياس سياسي بحت. دول قالوا منا نبي، طب احنا بقى هنساوي الناس دي ازاي؟ منا نبي، والله لا افعل. يبقى انا عمري ما هؤمن ان بني هاشم او بني قصي يكون منهم ايه؟ يكون ليه؟ عشان المكانه ديت ما حدش يقرا نروح فين بقى احنا لما يبقى منهم نبي. زي ما دلوقتي كده كل حد منا المهدي. منا النبي جد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المهدي منا آل البيت. كل بلد دلوقتي نفسها يطلع يعني منها المهدي، اللي المهدي يا جماعه المهدي، كل مسلم هو المهدي، والمهدي هو اللي هيحمل الرساله والامانه بعد جد الرسول ويؤديها. مش هيجيب يعني مش هيجيب جديد، احنا هو هيكمل هيجي بالمقتضيات اللي مطلوبه عشان ربنا يكرمنا ايه. فما يمنع يعني بلاش نعمل زي الراجل ده، يعني بلاش نعمل زي الراجل ده. المهدي هيجي منين؟ هيجي فين؟ في جهات عارفه وفي اجراءات معروفه، والله سبحانه وتعالى هو اللي بيحرك الكون بتحريكه الالهي، الكل اصحاب مش متساب للصدفه، وكل حاجه هتيجي في وقتها. حضرتك اسال نفسك، انا مسلم ايه المطلوب مني؟ اعمل مطلوب منك، دايما اسال نفسك السؤال ده، ايه المطلوب مني؟ ما هو الواجب الذي علي ان افعله؟ ما هو الواجب الذي فرضه الله علي ورسوله صلى الله عليه واله وسلم؟ وتقوم به، قم بدورك. قم بدورك الاسلامي الديني، ثم دورك الوطني نحو مجتمعك، وهكذا. خليك يعني عنصر إيجابي يدخل في دين الله على أيديك، أعداد يدخل كل الخلق على أيديك في الإسلام، ليه لا؟ الله سبحانه وتعالى جعلك سبب وجعلني سبب، وكلنا المسلمين نكون إيه خير أمة أخرجت للناس. هو ده المهدي. هو يعني المهدي هيجي هيجي هيخترع حاجة جديدة؟ ما فيش، هو هيكمل اللي يجي بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهيقولنا يعني نشتغل جد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل حد المهدي منا، هذا شرف لمن يقول. تم سلمان عليه السلام اصلا منين؟ من الفرس. طب لما اشتغل الشغل الصح والدعوه الى الله صح، النبي قال ايه؟ سلمان منا آل البيت. كل داعي الى الله هو منا آل البيت، كل داعي الى الله بحق هو منا آل البيت. واللي عايز يتاكد من الكلام ده يرجع الى ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في عمومها هي لكل مسلم داع إلى الله. يبقى قال سيدنا النبي مين؟ كل المسلمين الداعين إلى الله، المسلمين بحق. في ناس تانية بقى سحقا سحقا وبعدا بعد، مش عايزين نبقى من الناس دي، عايزين نبقى من الناس الايه الحلوة كده. عايز تبقى من آل البيت؟ كن داع إلى الله زي سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا بلال من مؤذن الرسول الشرف. يبقى هتنال الشرف مش بس بالقرابة أو وصل المهدي من بلدي، هتنال الشرف بشغلك، الدعوة إلى الله. اشتغل اشتغل دلوقتي. ننوي من الآن أن نكون داعين إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله ويرضاه. هو ده الشغل اللي جايب المهدي، هو ده الشغل اللي جايب إيه ماله بيكلمكم دلوقتي. الدنيا كلها عارفة، يعني الدنيا كلها عارفة ومعروف وكل حاجة ليها وقتها. هو ده الشغل، حضرتك جاهزين للشغل؟ هو ده الشغل اللي الله سبحانه وتعالى يرفع بيه عنا كل شيء، هو ده الشغل اللي يفتح بيه القدس. مطلوب بدل اللي فيها، بدل ما يبقوا يهود ومسيحيين ومسلمين واجناس اخرى، يبقوا كلهم مسلمين. خلاص فتحت القدس ولا لم تفتح؟ فتحت القدس. اذا فتحت القلوب فتحت العالم كله. يبقى هدفنا ان يؤمن الناس، وهو ده الشغل. جاهزين للشغل؟ نشهد ان لا اله الا الله
وأن محمد رسول الله وأن محمود خليفة الله المهدي المنتظر الأمين. جاهزين للبيعة على هذا الدعوة إلى الله وإلى رسوله، واحترام الحكام واحترام الرؤساء. زي ما قلت قبل كده، المهدي بيقول لك كلنا، أنا راجل في مصر، كلنا عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. اللي ملوش كبير يشتري له كبير، ده كبرنا، يبقى نحترمه ونوقره ونساعده في أداء مهمته، هو ده المهدي. حضرتك في أي بلد من البلاد رئيسك ده كبيرك، تساعده وتحترمه وتعينه على مهمته بأنك تبقى مواطن محترم وما تخالفش القانون في كل بلد، هو ده المهدي اللي بيكلمكم دلوقتي. خلاص كده سهله خالص. يبقى المهدي كل واحد بقى عايز ياخد المهدي يوجهها توجيه سياسي، لا معلش مش هيحصل. حضرتك المهدي بيكلمكم اهو بيقول لك كل واحد يحترم بلده ويحترم رئيسه ويكون داعي الى الله. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مسلم داعي الى الله في موقعه وفي مكانه، عارف بيعمل ايه، وكذلك جميع المؤسسات سواء كانت مؤسسات أمنية مؤسسات حكومية، وكل الدنيا عارفة، وكل الدنيا عارفة ان المهدي حد بقى كل الدنيا عارفة ان انا المهدي المنتظر الأمين. الكلام ده ليه قصص كتير، ولو حابين لما يجي الإذن هنقول، ولكن مين اللي هيقول وامتى وازاي وليه؟ المؤسسات هي اللي بتتحرك، مش أفراد وناس ليها توجهات وناس عايزه تروح تسرق مش عارف الكنوز اللي مش عارف لا، دول خدوا وقتهم عشان الله بيمهلهم عشان ايه؟ يفوقوا ويعني يعودوا الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله، ونبتدي نشتغل الشغل المطلوب. يعني هو انا خدت الرايه من شد سيدنا امام الشعراوي ليه؟ لان انا المهدي ببساطه، يعني بمنتهى البساطه. الموضوع بسيط، يمكن طلعت قبل كده مع على القناه بقول الموضوع بسيط، يقول لي بسيط ليه؟ لان الناس يعني عامله بالونه كده كبيره من ولا شيء. ده راجل جاي يدعو الناس الى الله، مش راجل جاي بقى سوبر هيرو والكلام الفارغ ده. هو حد من الانبياء، ما تستعرض حضرتك اقرا تاريخ الانبياء، اقرا تاريخ جد الرسول وازاي ضرب بالطوب وازاي يعني وعانى. هو نفس الشغله، هو الشغل، هو ده الميراث. حضرتك اشتغل في الدعوه الى الله والى رسوله، مش تترزق من ورا الدين وتاخد الدين سلعه والتاجر بيه. يعني ربنا يوفقنا ويوفقك وكده للخير. شفت الحكايه سهله ازاي؟ سهل ليه؟ لان جه وقتها، جه وقتها ببساطه كده. اللي بيكلمكم العبد الفقير اللي بيكلمكم ده محمود صابر ابراهيم عبد الكريم ابن الحسن والحسين ابن الامام علي ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن نوح ابن إدريس ابن آدم، هو الذي يقال عنه المخلص، المهدي، المهدي المنتظر الأمين، المهدي الأمين، أيا يكن الاسم اللي حضرتك حبه كده. طيب إيه شغلي؟ إيه اللي أنا جاي بيه؟ استلمت من بعد الإمام الشعراوي آخر أقطاب الزمن وآخر الذين ابتعثهم الله كل 100 عام، استلمت الشغل وبقول لحضراتكم على الشغل. لا أريد لا أسألكم عليه أجرا ولا طمعا في ملك ولا طبعا في حاجة ولا تفرق معايا إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني وعنكم، وأن يدخل الناس في دين الله إذا جاء نصر الله والفتح. النصر والفتح جاهزين يا شباب؟ يا معشر المسلمين، يا كل مسلم، يا كل مسلمة، استعدوا للبيعة، استعدوا للبيعة. والبيعة مش لازم تروح الركن والمقام، البيعة هو على الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ونشتغل في الدعوة إلى الله وإلى رسوله بالتوجيهات الإلهية المهدية، وأن تشهد لي بأنني أنا المهدي المنتظر الأمين. تحقق براحتك، ابحث براحتك، شوف حكاية الراجل ده إيه، ودور وشوف الكلام اللي احنا بنقوله إيه، الراجل ده المهدي ولا لأ، بالصفات بالشغل بتاعك، اسأل الجهات، لأني خلاص ده وقتي، ده الوقت. فجاهزين؟ الله يوفقنا ويوفقكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. طيب يبقى ايه؟ والله لا ايه؟ بيقولوا والله لا افعل، يعني يا ريت ما تعندوش زي الراجل ده عشان ربنا يكرمنا كده. واخرج ايضا ابن ابي شيبه بنحوه كما في الكنز وفي حديثه يا ابا الحكم هلم الى الله والى رسوله والى كتابه ادعوك الى الله. ادعوك الى الايه؟ ادعوك الى الله. طيب هنقف عند دعوته صلى الله عليه وآله وسلم للوليد ابن المغيرة.
الفاتحة أعوذ بالله. إحنا دايما بنفصل, هم خمس فقرات تقريبا, بنختم يعني كل فقرة بنفصل ما بينها وبين الأخرى بالإيه, بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. الآن مع فقرة التنمية البشرية, هنتكلم النهاردة عن تحويل الطاقات, تحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية. طيب الترند هو تحويل الطاقات, يعني ممكن تتحول الطاقة من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية, والعكس ممكن تتحول الطاقة من طاقة إيجابية إلى طاقة إيه سلبية. إزاي؟ كل حاجة هي عبارة عن طاقة, كل حاجة هي عبارة عن طاقة. يعني إذا حد يعني والعياذ بالله يعني سيء الخلق, يقول لك كده هي اعتاب الناس القديمه. احنا يعني مش هنتعمق قوي لان دي دوره كبيره, ولكن هناخد عن او كورس كبير, ولكن هناخد يعني ايه نموذج كده. حد كده يقول لك ايه هي الحياه, يعني ايه يقول لك هي اصلها اقدام, اقدام. تلاقي حد كده مجرد ما يهل كده تلاقي والعياذ بالله طاقه سلبيه بقت في المكان, كل اللي قاعد محدش طايق نفسه, ليه فلان ده موجود؟ كان الفنان الجميل يعني احمد مكي كان عامل حاجه كده يعني شبيهه كده, يقول لك الله يعني حد كده يعني بيبقى الى حد ما يعني دمه ايه, يقول لك ايه اصل دمه يعني والعياذ بالله كده ايه ده, يبقى دمه تقيل كده, ده بيبقى طاقه سلبيه, بيبقى جاي كده نيته معروفه جاي يرازي ايه يرازي اللي, فده بيحول الطاقه الايجابيه بمجرد انه يبقى موجود, بتتحول الطاقه الايجابيه لطاقه ايه سلبيه من غير ما هو وجوده بس عامل طاقه سلبيه. في حد العكس, ما دي بتبقى ايه اقدام, اقدام بيبقى ادم خير كده, اذا حتى في طاقه سلبيه والناس كلها مجرد يشوفوا كده يضحكوا ينبسطوا, يبقى ادم يقول لك ده ادم وش خير, ادم سعد فلان ده ادم يعني. واعتاب, اقدام واعتاب. طيب في عتبه كده تلاقيها عتبه حلوه, شقه كده خدتها جديده, فيلا خدتها جديده, بيت ايجار, يقول لك يا مكان كده صغير كده فتحته كده وعتبه كده جابت لك خير, ايه مع انه مكان يعني يكون صغير كده, وممكن مكان يكون فخم كده وفخم ومحطوط فيه علامات ويعني معمول على احدث مستوى, ويخش يبقى ادم والعياذ بالله ادم, يقول لك انا بعت اللي وراه واللي قدامي بسبب العتبه كده, يبقى هي اعتاب وايه واقدام. الكون كله في القصه دي ما بين اعتاب واقدام, عشان كده الناس اللي حابين يبقوا عند اجدادي من آل البيت صلى الله عليه وسلم, لان ديت ايه اعتاب ومجموع فيها الاقدام, يعني ادم خير آل البيت انت عايز ايه تاني, وعتب خير وعتبه خير, يبقى اللي بيروح الاماكن ديت او بيزور اماكن كعلم, كعلم مش ايه مش كنوع من التسبب برضه, وهكذا يعني عايزين نصلح النوايا. جد الرسول أوصانا بأهل البيت خيرا وأن نزورهم وأن ندعو لهم بمقتضيات الشرع ولا نخالف شرع الله سبحانه وتعالى في الزيارات وهكذا, ويكون في أدب وما نعملش أفعال يرى من ظاهرها كأنها شرك, لا ندخل زيارة أولياء الله سبحانه وتعالى وهم أحياء عند ربهم يرزقون لأنهم من الصالحين نحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحدا, فقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في قرآنه فنراهم أحياء في صورة أموات, هم في الحياة أحياء ولكنهم في صورة أموات لأن كل نفس ذائقة الموت, فيكون الكلام معهم بأدب وبسلوك شرعي لأنها عتبة طيبة وفيها قدم صدق, وفي أصدق من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد الرسول والأنبياء, طب هم دول ورثة الأنبياء وهم دول الشغل, فالأعتاب دي أعتاب جميلة, فلما تلاقي نفسك كده مخنوق وكده روح زور جدك, روح زور سيدك, عشان كده زيارة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيارة واجبة في الحج وفي الايه وفي العمر, عشان بس يعني أصل الأمور بسيطة, بص الدين ده بسيط مش محتاج بقى اللي بيحاول يحول بقى الموضوع ده لمفاهيم اخرى وتكسب, بس ده عمل زي ابو جهل الله ايه يقف عنا وعن, فعايزين كده ايه بالراحه, فالاعتاب الجميله دي والاقدام الجميله دي قدم صدق عند مليك مقتدر, قدم صدق عند مليك مقتدر, قدم آل البيت, اقدام آل البيت, اعتاب
آل البيت، ولكن زيارة آل البيت بالإيه؟ بما يليق من شرع ودين. ما يحصلش بقى عندي حال، في ناس يعني بتحصل لهم بعد مشاهدات، تحصل لهم بعد حاجات، رجاء هؤلاء في علماء تولوهم بالرعاية حتى يكون هنا هناك اتزان ما بين الشرع والنفحات والتجليات. يكون كده ايه يعني، مش معنى الله يوري له حاجه وكده لا، يبقى يتعلم بقى، يتعلم قراءه القران، ما يبقاش ايه، ما يبقاش عنده النفحات وما بيعرفش يقرا القران، ما بيعرفش يقرا الحديث، يقول لك اصل هو لا لا، واصل ده مكذوب، واصل ده مكذوب. برضه تتعلم. وبص، كل مسلم هو داعي لله. شغل ان كل حد معاه حاجه كده فرحان بيها وخلاها هي الدين بيتسبب من وراها، يعني كفايه كده، الكلام ده بيفرق المسلمين. كلنا مسلمين وكل واحد عنده النفحة. طالما انت مسلم بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، دي اكبر نفحة. ما خلاص انت عرفت الله وبتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انت عايز نفحة ايه اكبر من كده؟ فخلاص كن بقى الله بيوريك حاجه ولا انت ما تمثلش، مش الواد واللي يقع في الارض واللي يروح مش عارف، لا خلاص بقى اشتغل. عرفت يبقى انا اروح مثلا عندي مكشفات، هروح مثلا اشوف سيدنا الحسين. اروح اشوف سيدنا الحسين، خد توجيهات حلوه. طالما الله سبحانه وتعالى اختصك بشيء معين يبقى استفيد بيه في ايه؟ في دي. شوف القصه بتاع سيدنا الحسين واستفاد منها ايه وابتدي اشتغل، هيوجهك مثلا لو ليه ما كانش في اهو. عندنا بنقول الايه؟ التوجيهات. يبقى الزياره دي ليها هدف، بتتحول فيها عند هذه الاعتاب وعند هذه الابواب الطاقات السلبيه الى طاقات ايه؟ ايجابيه. عشان كده زياره آل البيت، عشان كده اللي عنده يعني حاله من الحب كده اللي بيقال عنه يعني احبابنا كده يقول لك ايه، حاله من الجذب، يعني منجذب، عنده المغناطيس بيجذبه، ومغناطيس الحب، حب الله ورسوله وآل البيت، المغناطيس بيجذبه لايه؟ حبايبي كده مش حابين نلبس النضاره دي كتير، حاضر. حب الايه؟ ما تتعلقوش بمخلوق. يعني مش معنى قلت لكم في الحاله دي ان انا المهدي بامر من الله كده وجالي الامر كده مباشر مفاجاه كده وفي البث وكده، لا يعني ايه النضاره، مش ما تتعلقوش بمخلوق، لا املك لكم ضرا ولا نفعا زي جدي الا ما شاء الله. واشتغلوا في الدعوه الى الله والى الرسول، نشتغل كلنا مع بعض ونشيل الامانه كلنا مع بعض، الرئيس ومرؤوس وكلنا، والله يكرمنا كلنا. ده عشان بس ايه يعني، مش ايه مش يعني احنا بنقول اهو، مش كل حد معاه حاجه يروح يتاجر ويعمل بها شغل، يعني الشغل هو لا اله الا الله محمد رسول الله، والخلق يدخلوا في دين الله افواجا. تمام يا شباب، تمام يا كل مسلم ويا كل مسلمة، ده الشغل. وطبعا ليلة الإسراء والمعراج الله سبحانه وتعالى على غير ترتيب أن يخبركم الحقيقة ببساطتها كده. تمام، وقد أخبرناكم من قبل ولكن لم يكن يحن الوقت للإيه؟ للإعلان والقبول. كان بس إعلان، كان صدمة، الشمس إيه ضربت فجأة كده يعني، وكان لسه بقى الأحداث إيه، فالناس يعني لا او ما ينفعش، طب خليك المستشار، خليك مش عارف ايه، والجهاد بقى ابتدت ايه يعني، اصل الموضوع كبير. طب خلاص اهو دلوقتي معلش، انا محمود اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمود خليفه الله المهدي المنتظر الامين. ومقتضيات الايمان دلوقتي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ولا بد ان تشهد ان محمود الذي كلمكم الان هو خليفه الله. ليه؟ عشان ده كبير الشغل، عشان الدعوه الى الله، عشان في امام، في دعوه بعد سيدنا الامام الشعراوي، يبقى في ايه، في امام للمسلمين وفي شغل. ربنا كده يكرمنا وايه ويكرمكم باذن الله سبحانه وتعالى، ونتوكل على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبعدين الكذب ملوش رجلين، يعني الصدق بيبان والكذب بيبان. ان لم اكن المهدي ما كنت النهارده بل لسه بكلمكم، يعني مش من النهارده، ده الكلام ده بقى له 20 سنه يعني، بس عن طريق جهات معينه عارف الكلام ده. دلوقتي خلاص ما بقاش ينفع اخفاء الامر، لابد من اظهار الامر، ولابد انكم حضرتك تعرفوا فين الامام، ولابد ان انتم تبتدوا تشتغلوا الشغل اللي الله باعت بيه هذا الامام، عشان الله يعفو عنا، وكمان عشان ايه يعني عسى الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا ما نراه من مشاهد من قتل للنفس البريئه التي تقتل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنكم. يبقى تحويل الطاقات، خدوا بالكم عشان هنتكلم في حاجات مهمة جدا. تحويل الطاقات السلبية إلى طاقات إيجابية، ده متمثل فين؟ وحاجة معروفة جدا. فين؟ في الكعبة المشرفة. الحج، هو الحج ليه فرض أصلا؟
لان الناس الاعباء والهموم والعمل ذنوب كل دي حاجات سلبيه. اللي بيكذب بيجيب لنفسه طاقه سلبيه، اللي بيغش بيجيب لنفسه طاقه سلبيه، اللي يزني بيجيب لنفسه طاقه سلبيه، اللي بينظر نظره حرام يجيب لنفسه طاقه سلبيه، اللي بيقتل نفس بريئه بدون بغير نفس بيجيب نفس طاقة سلبية. أي فعل سيء يجيب، حتى الأفكار السيئة بتجيب إيه؟ طاقة سلبية. التشاؤم كل الطاقات السلبية دي لما الإنسان بيروح يحج يرجع كيوم، شوف بقى الحديث هنا معناه يرجع كيوم ولدته أم. يعني يعني الطاقة السلبية هو الإنسان بيتولد إيه؟ نضيف، ما فيش طاقة سلبية. هو كان عايش ملك وكل رغباته مجابة في بطن أمه ولا حامل هم أي حاجة، وبيولد على هذه الهيئة، بيولد كده نضيف على الفطرة تمام. طيب لما بيروح اتملى بقى طاقه سلبيه وراح يحج، الله اكرمه كده وربنا يكرمنا جميعا بالحج هذا العام باذن الله سبحانه وتعالى. راح الكعبه، راح حج، وهو في الكعبه بيحصل ايه؟ الطاقه السلبيه بتتحول لطاقه ايه؟ ايجابيه من خلال الايه؟ الركعتين اللي بيصليهم. اول كده بتشوف الكعبه كده الطاقه السلبيه كلها تحولت بقى طاقه ايجابيه. ده اول زاد الله سبحانه وتعالى بيته الحرام الكعبه تشريفا. يا عمنا تشوف كده الكعبة كده في سنة كانت تقول ايه؟ زادك الله ايه؟ تشريفا. زادك الله ايه؟ تشريفا. زاد الله بهاء وتشريفا وعلوا، وأكرمنا الله بزيارة الكعبة والحج والعمرة دائما أبدا من هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الكعبة كده زادها الله تشريفا. أول ما تشوفها كده الطاقة السلبية راحت فين؟ شوف حتى الكلمتين دول، يعني واحنا بنتكلم الكلمتين دول هتلاقي في طاقة إيجابية كده، مجرد إن أنت تقول الكعبة. ليه؟ لأن دي تحت البيت المعمور. الكعبة تحت البيت، إيه البيت المعمور؟ البيت المعمور هو معمور بنور الإيمان بالله سبحانه وتعالى، محطوط تحت الكعبة. الكعبة هي السرة، يعني عارفين يعني إيه السرة؟ لأن في الناس زمان كانوا يعملوا بؤجة، يحط هدومه كده ويربط إيه؟ سرة. الرابطة دي هي الكعبة. السرة دي سرة الايه؟ سرة العوالم المختلفة. دي السرة الايه؟ الكونية للعوالم المختلفة، اي ملتقى الاكوان. يعني كل المخلوقات، الملائكة والجن والانس والملائكة والمخلوقات الطائرة والمخلوقات الكونية، كل المسلمين بيتقابلوا فين؟ في الكعبة اللي هي متصلة بالبيت الايه؟ المعمور، لان دي ربطة الايه؟ السرة. أما ربطة الحكم، يعني السرة دي محكومة بحاجة، يعني زي ما يقول لك إيه، بيروح مدخل في الـ في الـ في الربطة دي زي إيه؟ زي عصاية أو محجن. العصاية اللي بتتشال بيها السرة ديت دي مصر. دي إيه؟ مصر. يعني كان زمان كده يروح شايل إيه؟ شايل حاجته على إيه؟ في سرة، وشايل على عصاية كده وإيه؟ مصر. يبقى ربطة السرة أو حمل السرة دي إيه؟ مصر. يعني حمل أمانة الدين ده حاجات كونية. يعني الكعبة هي السرة التي ربط بها العوالم كلها، الأملاك اللي الله خلقها. طيب من الذي يحمل هذه السرة؟ العصا التي هي كنانة الله. ما هي كلمة كنانة الله يعني إيه؟ ما يبقى مصر هي اللي بتحمل هذه الإيه؟ فهي في رباط إلى، يعني اللي هو شايل إيه؟ شايل الأمانة، شايل معاه حق بيبلغها ويؤديها إلى يوم القيامة. هم في رباط، في رباط اللي هو الدعوة إلى الله إلى رسوله. وأهل مصر هم دول. يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا أهل مصر، أنتم جنود الله، أنتم من يحمل الله سبحانه وتعالى، أنتم كنانة الله يا أهل مصر. عشان بس يعني كل واحد يبقى عارف قدره ومكانته وكده. هم دول ملوك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم ملوك. كل أهل مصر ملوك، لأنهم ملوك الدعوة لله سبحانه وتعالى. الله خلقهم بهذه الهيئة، إداهم اللسان القرشي زي ما إداهم اللسان الآدمي أبونا آدم، وإداهم اللسان الإدريسي. يعني هنشتغل بقى، نشتغل الشغل بقى الصح. يبقى جمع لأهل مصر منهج الأنبياء، منهج الدعوة إلى الله وإلى رسوله، فكلهم ملوك. أهل مصر هم الملوك. عشان كده اللعب في الجينات ومحاولة معرفة الدم الملكي، ما هو ده دم ملكي إلهي. يعني الله سبحانه وتعالى اختار الناس دي يبقوا ملوك. كل مصر ملوك. محاولة إفقار مصر وإشعار مصر بأنها دولة فقيرة، ما كانش ستنا زينب جت هنا صباح الخير، ما كانش قال البيت جم هنا. مصر أغنى دولة بأهلها، أغنى دولة بإيه؟
ما تلاقيه زي العقل المصري، لأن الله ملوك، كل مصري هو ملك. ملك في ايه بقى؟ بالدعوة إلى الله وإلى رسوله، اللي هو دول ايه؟ كنانة الله، دول اللي بيحملوا الأمانة، سرة الكون كله دول اللي شايلينها وبيمشوا بيها بقى. عشان كده تلاقي مصر لها أثر في جميع الأكوان، مش في جميع الأرض، لا في جميع الأكوان. تلاقي في على القمر تلاقي فيه أثر لما، فهتلاقي في كل حد في ليه؟ لأن دول شغالين في الدعوة إلى الله وإلى رسوله، هي دي شغلته. كل مصري يعلم أنه إمام وجعلناهم أئمة يدعون إلى الله، يدعون إيه؟ إلى الله. في ناس تانية وجعلناهم أئمة يدعون إلى إيه؟ إلى النار، ويوم القيامة هم من المقبوحين. لما ترك آل مصر، أهل مصر لما تركوا الدعوة إلى الله وإلى رسوله ويهتموا بالحكم وبالسياسة، الله سبحانه وتعالى أغرقهم وأذلهم. أما يعمل أهل مصر، عشان كده جدي الشعراوي عليه السلام وعليه رحمة الله لما انفعل وقال إيه مصر؟ إزاي؟ مين اللي بيتكلم على مصر ويقول أمال مين المؤمنين؟ مين المسلمين؟ طبعا راجل إيه؟ حامل الأمانة، فاهم قطب زمنه. مصر أبناء الحسن والحسين، قال البيت كل مسلمي مصر، كل مسلمي مصر هم من أبناء الحسن والحسين. الستين زينب موجودة، سيدنا الحسين رأسه موجودة هنا في إيه؟ في مصر. فيا أهل مصر استعدوا، قوموا لله قانتين، جاء دوركم، جاء وقتكم، مش جديد، هو ده الشغل. واستهداف مصر طبيعي، من من؟ من الشياطين ومن المنافسين. ما احنا لسه قارين قصة أبو جهل، كل بقى حد عايز الملك، وعايز الملك يكون لأهل مصر بسبب الايه؟ الدعوة إلى الله وإلى رسوله، مش بأي حاجة تانية. جيش مصر جيش عنده عقيدة اللي هي ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. العقيدة الآدمية الإدريسية النوحية بالنسبة لسيدنا نوح، الإبراهيمية، الإسحاقية، اليعقوبية، الإسماعيلية بالنسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام ومن هاجر المصرية، اليوسفية، الموسية سيدنا موسى عليه السلام، كل دول الناس المبارك، عيسى عليه السلام، وكذلك جدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك جدي الإمام علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه، وكذلك جدي الحسن وجدي الحسين وعلي زين العابدين عليهم جميعا الصلاة والسلام، إلى جدي الشعراوي محمد متولي الشعراوي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ورحمه الله، وكذلك من يحدثه وارث كل الايه؟ كل. فهذه مسؤولية لن يعني لا تكلف إلا نفسك، صحيح، ولكننا كلنا مسؤولون. هو صلاة الجماعة بتبقى إمام ووحده، دي اسمها صلاة فرض، لكن إمام وراء ايه؟ فيا جماعة المسلمون، شوف الكلمة، أصل السلفيين، أصل الصوفيين، أصل معذرة الإخوان، أصل الجهاد، أصل كل ده شغل سياسة، كل ده شغل أبو جهل. ما يا جماعة المسلمون، يا أتباع جد الرسول، يا من تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، المسميات دي والرايات دي تدعو إلى الطاقة السلبية، بتعمل فرقة. تغيير هذه الطاقة عند الأعتاب، ببساطة كده. وأول الأعتاب الكعبة المشرفة، ففيها عتبة نور الله سبحانه وتعالى. ما هي أعتاب إيه؟ أدام. الأدم هنا أدم إيه؟ أدم النور. النور كله في الكعبة. النور كله فين؟ في الكعبة. يبقى العتبة دي، عشان كده زيارة الكعبة والبيت الحرام، يولد المخلوق، يولد المخلوق فيها من جديد. يولد ليه المخلوق في هذه العتبة من ايه؟ من جديد. بسبب ايه؟
بسبب ان هي ايه؟ عتبه نور الكعبه المشرفه. والكعبه يعني الكعب بيبقى فين؟ بيبقى عند اللي هم الكعبين اللي هم العضلتين البارزين دول، بيبقى في القدم. يبقى ايه؟ طيب بقى إيه؟ يبقى الكعبه دي متصله بايه بقى؟ متصله اتصال كوني بجميع اللي هي الاملاك، كما ايه؟ اللي هو البيت المعمور، ودي حاجه معروفه في الاثر ومعروفه ايه؟ يبقى الكعب يتغير فيها الانسان وحاله من ايه؟ من السلبي الكذب ويغفر له الى الايجابي. طيب المكان الثاني فين؟ مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. عندك في مسجد الرسول في ايه؟ في سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم، خير قدم، قدم صدق، قدم صدق عند مليك الايه؟ مقتدر. طب هو النبي صلى الله عليه واله وسلم مش عارف انه هيدفن في المكان ده، وكان اوصل ان هو لا، هو معروف عشان يبقى المكان ده فيه الايه؟ يبقى منور زي ما الكعبه كده، هي اصلا منوره بالله سبحانه وتعالى بنور الله. طيب والنور اللي الله بعته ودى المدينه اجلالا لاهل المدينه ونصره هذا الدين وحمل الامانه وما الى ذلك، عملوا كده زي اهل مصر ما عملوا مع كل الانبياء، برضو اهل المدينه لهم الفضل والشرف في انهم حملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الامانه، وكانت اول دوله للاسلام في المدينه المنوره. حتى البنود يعني ايه؟ احنا بندرس في العصر اللي هو الحالي ده في القانون الدولي، يقول لك ايه؟ بنود فيينا تلاقيها حوالي 51، برضه بنود المدينه 51، يعني ايه؟ ما جابوش حاجه جديده. اصل مين هيأمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين؟ محدش يعرف يجيب حاجه احسن من اللي الله بعت بيها سيدنا النبي. فكل اللي حاصل ان الناس في العصر الحديث بتاعنا ده بيقلدوا الحاجات اللي جاب بيها سيدنا النبي، بيسموها مسميات اخرى، بنود فيينا، مش عارف ايه، القانون الدولي. بص هتلاقي سيدنا النبي قايل الايه الكلام ده من بدري، وهو ما في ليه؟ لان ما فيش احسن من الكلام ده. ولكن هم مش عايزين ينسبوا هذا الكلام لمين؟ لجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، للمسلمين. عايزين ينسبوه كده ايه بشكل عام كده وشغل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. نسأل الله ان يهدي هؤلاء وان يهدي كل الخلق حتى ينسب الفضل لصاحب الفضل. فنحن ننسب الفضل لاصحاب الفضل، اهل المدينه وقفوا بكتف جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاقامه الدين واقامه الدعوه الى الله كما يحب الله وايه؟ ويرضى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينه يقيم فيها ويدفن بها، وتنور تصبح بعد يثرب، تصبح الايه؟ المدينه المنوره بمين؟ بقدم صدق، قدم جد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه واله وسلم، مسجد الرسول. فيبقى زياره المسجد النبوي والروضه الشريفه دي من ايه؟ من علامات الايه؟ تغيير الطاقات، تتغير الطاقة السلبية وانت قاعد كده في الروضة بقى، وتحس كده برحمة سيدنا النبي جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كده، وانت قاعد تلاقيه بيطبطب عليك يقول لك ما تقلقش. تخرج من الروضة الشريفة دي واحد تاني، تخرج داعي إلى الله، محب لله، محب لجدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محب للدعوة إلى الله. تخرج من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعي الله، تقول لخلق الله جميعا بقولك وفعلك وعملك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، قولوا لا إله إلا الله كلمة يرفعكم الله بها درجات ويمتعكم بكل خير في الدنيا والآخرة، قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في الجنة، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تكونون بها ملوكا في الدنيا والآخرة. أمر الشغل، هو أمر الشغل ده، أنا يعني أمر الشغل ده اللي 50 سنة، 50 عاما، 50 عاما من الكفاح. هنقول منهم 10 سنين كانت قبل، يبقى 41 عاما من الكفاح عشان أمر الشغل. طيب السؤال، أمر الشغل بتوفيق الله. اللي بنقرأ في الأول دايما وفي الإيه؟
وفي الاخر، ودعاء الطريق ازاي نشتغل. جاهزين يا شباب؟ مستعدين نشتغل كده ونبقى مسلمين كده منورين بالدعوه الى الله والى رسوله، والامام موجود اهو بيتكلم اهو مع احترامنا لكل البلاد اللي احنا فيها، عشان بس راس المهدي وهيجي ينافس على يا فندم. الكلام الجهل ده ملوش علاقه بسيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جد الرسول، لا كان بينافس حد على سلطه ولا بالعكس. ده جاي وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ده اول واحد بيحترم السلطه، اول واحد بيحترم رئيسه، اول واحد بيحترم جاره، اول واحد بيحترم اهله، اول واحد بيحترم جيرانه، اول واحد بيحترم الناس وان كان له اخطاء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجبر اخطاءنا جميعا، وان يعفو عنا، وان يغفر لنا ذنوبنا، والا يتوفانا الا وهو راض عنا، ويجعلنا مسلمين كما يحب الله سبحانه وتعالى وايه ويرضى. هنتبع بقى الشغل والحق وكده، واي حد بقى عمال كده يعني ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ايه المتسبب الاول في العقاب الالهي النازل علينا معشر المسلمين مجموعة المرتزقة الذين يترزقون من المعلومات على هيئة مشاهدات ويضللون الناس عن الحق وهم يعلمون، وكل واحد عارف نفسه عيب. نرجع إلى الله ونكون دعاء إلى الله، هو أفضل لي ولكم حتى لا يعاقبنا الله بما لا قبل لنا به. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربة. المكان الثالث اللي بتتغير في الطاقات من طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية فين؟ الأقصى، المسجد الأقصى، القدس الشريف. طب القدس الشريف بيمثل إيه بالنسبة للكون؟ قلنا إن سرة الكون التي يرتبط بها العوالم جميعا هي الكعبة، وأن الآلة التي يحمل بها الكون هي مصر. يعني زي الأداسة كانت بقى خشبة أو محجن، أو زي عصا موسى عليه السلام وهكذا يحمل عليها الايه السر. طيب القدس بتمثل ايه؟ مركز ارتباط تلك العصا بالسر، مركز الحكم، لان العصا ديت اذا رايحه وجاي ممكن السره تقع. ففي حاجه كده بتربط بيها الايه اسمها مركز الربط ما بين الايه، يبقى دي المركز اللي ما بين مصر والايه والحجاز. يبقى لابد من القدس حتى تكون الامه على وتيره واعمده ثابته. عشان كده اهل الباطل اللي عايزين الملك عايزين الثلاث اماكن دي، عايزين الايه، عايزين السره، المكان اللي بيجمع فيه السره اللي هي مكه، عشان بس نبقى فاهمين بس الايه الناس اللي هي بتخطط للملك بدون الايمان عايزين ايه. عايزين مكه نمره واحد، خدوا بالك مكه نمره واحد، ركزوا كويس. قلت هقول لكم في الحلقه دي حاجات مهمه. اول هدف للماسونيه او الصهيونيه او اي اسم او اي حد يبغي الملك بغير الايمان بالله ورسله، اول هدف ليه عايز ايه؟ عايز مكه. الهدف الثاني مصر. الهدف الأخير القدس. فمش هيقدر يستهدف في الأول إيه؟ وده المنطقي، فبيستهدف أقل هدف. أقل هدف إيه؟ القدس. ومن خلال القدس يريد استهداف مصر ثم مكة. راجعوا الأحداث هتلاقوا اللي بقوله لكم ده بالتفصيل. للحفاظ على مكة لابد من الحفاظ على إيه؟ على مصر. وللحفاظ على مصر لابد من الحفاظ على الايه؟ على الاقصى. القدس لابد ان تكون تحت الحكم الاسلامي، ده واجب شرعي. ليه؟ للحفاظ على الحكم الاسلامي، للحفاظ على هوية المسلمين، للحفاظ على الكون، للحفاظ على الدعوة الى الله والى رسوله. كيف؟ بالدعوة الى الله والى رسوله. بالدعوة إلى الله وإلى رسوله. يبقى اللي موجودين في القدس مسؤوليتنا تجاههم إيه بقى معشر المسلمين؟ هقول لكم على الشغل أهو عشان نبتدي نشتغل صح. نريد أن يكون كل ساكني القدس مسلمون، مفيش أي ديانة تانية، مسلمون. أن يقولوا يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشهد بأن المهدي المنتظر الأمين الذي يحدثكم الآن موجود ويبايعه. الشغل ده إزاي؟ نبدأ بالدعاء، نشتغل في الدعاء والدعوة، استخدم وسائل التواصل، استخدم كل إمكانياتك في دعوة أهل القدس من غير المسلمين إلى الإسلام، واستخدم وسائلك في تعليم المسلمين بالقدس بأن يكونوا مسلمون. مش عارف حماس، إلغي الكلام ده. جبهة مش عارف مين، إلغي الكلام ده. مسلمون وتحت قيادة واحدة، وأن يقوموا هناك بالدعوة إلى الله وليس بما يريده أهل الطاقات السلبية وأهل الحكم، التناحر والإيه والتشاجر. فإن كنا ولا بد حاملين للسلاح وللجهاد، فمن أجل إدخال هؤلاء ندعوهم إلى واحدة من ثلاث. وإني أبدأ بنفسي، إني أدعو كل من في القدس من غير المسلمين إلى واحدة من ثلاث: إما الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمود صابر إبراهيم عبد الكريم هو خليفة الله المهدي المنتظر الأمين. البيعة بحق، أو يدفع الجزية. الجزية واضح في كلامي أهو، يدفع لمين؟ لإمام المسلمين سياسيا، وهو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختيار مجلس قيادة الكون من أميرة الديوان النبوي السيدة زينب عليها السلام. خدوا بالك، مش عارف اللي بقوله كويس. وبقيادة الحسين جدي عليه السلام، والسفير الرسمي الإمام علي عليه السلام، وأمير المجلس جدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر لقيادة سائر الأنبياء الذين صلى بهم بالقدس. ليه سيدنا النبي صلى بالإيه؟ ما هو المجلس هناك وبيقام هناك. المجلس اللي فيه الديوان ده بيقام فين؟ بيقام في القدس بقيادة النبي ومعاه كل الأنبياء اللي صلى بهم إمام، ومن ورث النبوة اللي هم آل البيت، والمتحدث باسم آل البيت سيدنا الإمام علي وسيدنا الحسين وكده. طيب المجلس ده أقر مين اللي ياخد الجزية؟ الآن أمير مصر. من هو صاحب مصر الآن؟ من هو رئيس مصر الآن؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر هي كنانة الله في أرض، يبقى رئيسها مسؤول أنه يعمل إيه؟ الدعوة إلى الله وإلى رسوله. طيب نحن كلنا ندعو، فدوري إيه؟ بقول لكل من هو غير مسلم بالقدس الشريف: إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. والقدس لا تكون إلا مسلمة. جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ أنا مش طلع حظ ولا طلع كده من دماغي، طلع مصر ده الشغل. فكل مصري مسلم، وكل مسلم سواء كان مصري أو غير مصري، وكل محب للحق، أدعوكم إلى الدعوة إلى الله وإلى رسوله، وأدعو كل غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. فالإسلام غالب بالله وبرسوله وبخليفته المهدي المنتظر الأمين محمود بن صابر بن إبراهيم بن عبد الكريم ابن الإمام علي كرم الله وجهه ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعينوا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقيموا الدين، الدعوة إلى الله
وإلى رسوله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال هل بلغت؟ اللهم اشهد. لا ألفينا، لا ألفينا دي يعني ما شوفش حد مسلم كده وعنده كده موبايل او عنده كده تواصل ومش شغال على الناس اللي في القدس من غير المسلمين يدعوهم الى الله والى رسوله بالدعاء وبالدعوة. ومن والاهم اشتغلوا في الدعوة الى الله وهتشوفوا النتيجة بأعينكم وبقلوبكم، وستروا العجب العجاب من تأييد الله سبحانه وتعالى. الرحمة لكل الخلق. أي حد شغال شغل سياسي في منطقة القدس معلش من فضلك رجع دينك واشتغل في الدعوة إلى الله وإلى رسوله. قل لا أسألكم عليه أجرا. إن القدس تبقى قضية تتحول من قضية دعوة إلى الله وإلى رسوله وإقامة دين الله إلى قضية تجارية عيب. أي حد مسمي نفسه أي مسمى غير أنه مسلم وبيدعي أنه هو بيدافع أو بيعمل، هذا رجل كاذب. تريد أن تكون ناصرا للحق، ادعو غير المسلمين إلى الحق. وهي دي ده الشغل، وهو ده سيدنا النبي، وهو ده الحرب. لما كان سيدنا النبي يحارب، جد الرسول بيحارب لواحدة من ثلاث: الإسلام، الجزية، الحرب. وأقولها وأكررها على من في القدس أن يدخلوا في الإسلام كما قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمود خليفة الله، أن يبايعوا هذا الإمام، أو يدفعوا الجزية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إمام المسلمين سياسيا، لأن مصر هي الدولة المسؤولة أولا عن الإسلام في كل بقاع الكون منذ أن أنشأها الله سبحانه وتعالى، أو الحرب. فاختاروا لأنفسكم. وهذا نقلا عن المجلس الذي تم في ليلة الإسراء والمعراج بالأمس بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدي وسائر الأنبياء والأولياء، وأنقله لكم على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. يبقى المكان الثالث، المكان الثالث لتحويل الطاقات السلبية فين؟ بالقدس الشريف المسجد الأقصى، وكذلك مساجد الله سبحانه وتعالى جميعا تتحول الطاقات السلبية في كل صلاة إلى طاقات إيجابية. يبقى المساجد أشرف البقاع، وهكذا المكان اللي بتصلي فيه، المكان اللي بتذكر الله سبحانه وتعالى فيه، هكذا تبقى أماكن إيه؟ مباركة. لما يكون عندك سبحة، السبحة دي الذكر، تبقى مباركة. وهكذا وجعلني مباركا أينما كنت. يبقى أدام وعتاب، يبقى أدم قدم صدق والعتبة اللي بيروحها، حتى إذا كانت بقى عتبة مش يقول لك إيه، طب إحنا عايزين نشوف حد كده مبارك كده يجي المكان ده أحسن، المكان ده كل ما حد يجي يعمل في مشروع ولا حاجة ما بيكسب. يبقى الراجل ده الله مديله إمكانية يعمل إيه. يبقى في ناس كده تتحول بسببهم الأعتاب السلبية إلى أعتاب إيه؟ إيجابية. المرض، يعني لو حد مثلا مريض، ممكن المرض ده طاقة، ممكن تتحول من طاقة مرض إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة عمل، إلى طاقة ذكر. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من الصحابة كده تعبان، فقال له ادخل في الصلاة، قول له دخل في الصلاة. شوف يا إيه ليه الله مدي للصحابي ده الإمكانية دي، هي تحويل الطاقة من طاقة مرض إلى طاقة شفاء عن طريق الصلاة. لكن مش كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، في واحد تاني قال له اشرب، وهكذا. يعني دي امكانيات وعطاءات كده، ونبقى ايه نتكلم في التفصيل بعدين، ربنا يوفقنا ويوفقكم. يبقى احنا العنوان ايه؟ تحويل الطاقات من طاقات سلبيه الى طاقات ايجابيه من خلال الدعوه الى الله والى رسوله. طيب الحال اللي احنا فيه دلوقتي في طاقه سلبيه كده وشعور بالظلم والجور، طيب عايزين نحول الطاقه دي لطاقه ايه؟ ايجابيه. يتحول ازاي الظلم والجور الى قسط وعدل؟ بالدعوة إلى الله
وإلى رسوله. قولوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونشهد أن محمود صابر إبراهيم عبد الكريم خليفة الله المهدي المنتظر الأمين. وقوموا بالدعوة إلى الله وإلى رسوله، وقوموا بأمر الشغل الذي أرسلني الله به امتدادا لجد الرسول، كما نخبركم في هذه البيانات، بيانات الهداية، بيانات الإيه؟ الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل خميس في الخامسة مساء، فإن كان وقت صلاة فإننا نؤدي الصلاة ثم نخرج إليكم كما فعلنا اليوم، خرجنا إليكم بعد صلاة المغرب. وإن لم يكن وقت صلاة ففي الخامسة مساء كل خميس بإذن الله سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفقرة الخامسة، وهي الفقرة قبل الأخيرة، قبل الختام، اللي هي أنوار الوحي الإلهي. كنا تكلمنا في الاستعاذة في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكلمنا وهناك دعاء للاستعاذة نعرض إليه فيما بعد بإذن الله، لأنه يحتاج إلى وقت وإلى التصنيف. فسندخل في حرف الباء، باء كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في قول بسم الله الرحمن الرحيم مكسورة. ندخل إلى أنوار قول بسم الله الرحمن الرحيم من خلال الصلاة على النبي وآله جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الكسرة معنى يعبر عنه الإنسان العربي ويعبر عنه القارئ للقرآن من خلال القراءة أو من خلال الكلام. كان العربي لما بيتكلم بالكسر، العربي يعني الناس مش حبينا لبس النظارة، مش عارف. طيب معلش، خير إن شاء الله، الإضاءة بتضرب في وشي جامد، فيعني معذرة يعني بحب، لو مش عايزين نلبس النظارة. طيب خير، حاضر، اللهم وفقنا. طيب الباء الكسرة بتعبر، دي إشارة عن معنى معين. طيب المعنى ده ليه أنوار لما يكون في القرآن الكريم، عشان بس ما في ناس إيه الكسرة، الكسرة دي معنى يعني بي به في في يعني في فيه وتحتها كسرة في من الوفاء وكذا، فالكسرة ليها بتعبر عن معنى. فكل كسرة، كل فتحة، كل ضمة، حتى السكون يعبر عن معنى، حتى الوقف، الوقف اللطيف، الوقف الإيه اللطيف يعبر عن معنى يعني، وهكذا المد بيعبر عن معنى. كل شيء في القرآن له معنى، له أنوار نحن نحتاج إليه، ومش كل حاجة بتتقال بيتقال اللي احنا محتاجينه. ما احنا محتاجين نعرف وانا بقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه، يعني انا من كسرة يعني اقولها بانكسار لله. بعد بقى المعاني اللي عشناها كده والأنوار اللي عشناها في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت أصبحت أو من أولياء اللي قال الاستعاذة صح، ده أصبح جندي من جنود الله، فداخل بقى على بسم الله الرحمن الرحيم منكسر انكسار كامل لله، خرج من نفسه خالص وما بقاش متحدث باسم نفسه، بقى متحدث باسم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده معنى الكسر، فخرج هو من الصورة خالص، يعني القارئ القرآن ده بره ليه؟ نفسه بره خلاص، ذاب في حب الله، أصبح يتكلم بسم الله. هي دي معنى الكسرة. يعني كده اللي هيتكلم، اللي بيقرأ القرآن ده، عشان أقول لك إيه، أصلا بحب أسمع الشيخ فلان. يا فندم أنت مش هتسمع الشيخ فلان، أنت هتسمع القرآن من خلال فلان. وإذا قرئ القرآن، مش وإذا قرئ القرآن بفلان بمواصفات معينة، وأصل فلان ده أصل بيقول يا عيب لما نتخذ القرآن أغاني، دي كده شغل أغاني، احنا هنغني؟ مش هنغني. كل من يقرأ القرآن قراءة صحيحة فهو يقرأ كلام الله، الله اللي بيقول، الله الذي يقرأ، وهو بيقول بسم الله، ما بيقولش بسم نفسه. عيب لما تقعد تقول أصلها
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي انزل عليه القران كانوا يحبوا يسمعوا من غيره. ليه؟ يقول لك اسمع برضو، لا برضو نفس الفكر. ليه؟ يقول لك بيسمعوا من غيره. غيره دي جايه نكره. يعني كل من يقرا، كل مسلم بيعلمنا، جد بيعلمنا ان احنا نسمع من بعض القران، مش نقعد كده كل واحد اصل قارئ الفلان يروح بقى يقرا على الطرب عيب. دي اسمها اغاني. ده كده بيغني، ده كده يتخذون القران اغاني. لا، القران ده منهج، منهج الله بيقوله بطريقه ما، وهو باسم الله، مش باسم فلان وفلان، مش باسم المخلوق. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول القران باسم الله، مش باسم الايه، باسم الله الخالق، مش باسم المخلوق. اللي بيقول المخلوق ده بيتعلم، الله هو اللي بيقول بيه. اللي عارف معنى الاستعاذة معانا يبقى يراجع بقى، اللي حابب يعرف معنى الاستعاذة يراجع الحلقات اللي فاتت والبثات اللي فاتت وحلقات التعليم اللي فاتت، يعرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص العارض بقى النفس ده اتربى. اللي قال اعوذ بالله، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحق، ده اتربى، ده نضج، ده بقى تمام، يبقى جاهز انه يتكلم باسم مين؟ ده المسلم. انت بتتكلم ايها المسلم باسم الله، فيصبح القرآن منهجك. فلما تتكلم كلام اخر غير القرآن هو برضو باسم مين؟ باسم الله. اما نفسك فين؟ مفيش، في لا اله الا الله. نفسك دي كان قبل ما حضرتك كنت بتقول لا اله الا الله. طالما بتقول لا اله الا الله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، مفيش حاجة اسمها النفس، في حاجة اسمها الله، في الله فقط، في تنفيذ امر الله فقط، في السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى المسلم يتكلم باسم الله، ده من أنوار إيه؟ الباب. يبقى باسم الله عشان كده شرعت باسم الله عند الطعام وعند الشراب وعند اللبس وعند الخروج من البيت وعند كل شيء وعند كل أمرك، حتى قبل أن تدخل القلاء باسم الله، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، عند كل شيء. يبقى مش بنفسك. فطالما أنت بتسمي باسم الله، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وسميت بسم الله الرحمن الرحيم، استعذت بالله من الشيطان الرجيم وسميت بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كده مفيش النفس بقى، في ايه؟ عبادا لنا، عبادا لله سبحانه وتعالى. تبقى عبد لله بقى، شغل، تبقى بتسمي بسم الله، بتاكل بسم الله، بتشرب بسم الله، بتلبس بسم الله، بتعيش بسم الله، تموت على امر الله وبسم الله، انت كده بسم الله. تدعو إلى الله باسم مين؟ باسم الله. باسم الله منكسر، يبقى كل حاجة عملها بانكسار كامل لله سبحانه وتعالى في المأكل والمشرب والحياة كلها. أعلم أن الكلام يطول بنا وأن المعاني، عيش بقى مع الأنوار دي. يبقى كسرة كلمة باسم الله الرحمن الرحيم تعني الانكسار الكامل لله، فأنت متحدث رسمي باسم الله، تنكسر لله سبحانه وتعالى. اللي منكسر لله ما حدش غير الله يكسره، خلاص معك الله. طالما الله معك بتتكلم به، اللهم بك أصول، بك أجول، بك أقاتل، بك أتكلم، بك أقوم، بك أنام، بك أعيش، بك أحيا، بك أموت، إليك الملجأ وإليك النصير. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام كده، جدي اللهم اكرمنا كده بالشرب من يدي جدي الرسول شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. كان جدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جدي الرسول كده قبل ما ينام يعمل إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا سلام، قبل ما ينام آخر كلام كده إيه يقوله؟ اللهم أكرمنا بالدعوة إليك وإلى رسولك، واجعلنا كما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين يا الله. طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستأذنكم بس أشرب شوية مية، لأني يعني ما
معذرة الله. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله. نختم بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ دعاء الختام اللي هو دعاء الطريق. الشغل ده يا ريت كلنا نبقى عارفين الدعاء ده ونحفظه كده ونتعلمه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للربيعة، تعلموا الكلام ده وعلموا من وراءكم، فكل حد يتعلم ايه الدعاء ده ونعلمه ليه لكل المسلمين دعاء الطريق، وكذلك ايه امر الشغل. جاهزين يا شباب؟ لكل المسلمين. ربنا يوفقنا ويوفقكم. عرفت يا عم المهدي وعرفت الناس اللي عماله، معلش ما كل حد كل حد بيلاقي عنده معلومه يقدر يترزق منها بيبقى اختبار ليه، فمعلش اذا كان حد ضعيف النفس معلش نسامح بعض وندعو البعض بالخير والله يوفقنا ويوفقكم. نسامح بعض وندعو البعض اللي بيه بالخير، ما حدش بقى يقعد يعني مش عايز الاقي تلاحي كده وعرفنا المعلومه بقى لا ناخد المعلومه ونشتغل ونسامح بعض ويعفو بعضنا عن بعض خلاص، وكل حد كان ليه دور وقام بيه يصلح النيه ان الله سبحانه تقبلنا وتقبل منه، نجتمع كلنا على الدعوه الى الله الى رسوله كل واحد يقوم بدور. جاهزين يا شباب؟ يا كل المسلمين في مصر وفي خارج، خدوا الفيديو دوت وترجموه ووصلوه لكل الخلق اللي عايزين يعرفوا المهدي وعايزين يعرفوا الدعوه الى الله، عايزين يعرفوا الخير فين والشغل ازاي حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا البلاء، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي منزل الايه البلاء ده عشان نرجع اليه وندعو اليه كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، ونكون خلف القائد وخلف الخليفه وخلف الامام الذي ارسله لنا اللي بيحدثكم دلوقتي العبد الفقير الى الله ابن محمد ابن رسول الله محمود صابر ابراهيم عبد الكريم. تمام؟ نشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمود صابر ابراهيم عبد الكريم خليفه الله المهدي المنتظر الامين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الخلاص من عيوبنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة حسن الخلق كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الزهد في الدنيا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوقنا والمطالبة بها كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة معرفة حقوق الآخرين عندنا وأدائها إليهم كاملة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة العمل بالشرع كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الاستقامة على كل ما يقربنا إليك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الإعانة على ترك ما يبعدنا عنك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة أن توسع قلوبنا بالرحمة لكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا إلى حقيقة الصبر على طاعة أوامرك كما تحب وترضى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على ترك معصيتك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصبر على خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة كظم الغيظ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحلم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة العفو كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الإحسان للمسيء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معاملة المسيء كأنه ولي حميم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة قراءة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تجويد القرآن ومعرفة علم مصطلح الحديث كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة علم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة تفسير القرآن ومعرفة تاريخ الإسلام كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفقه في الدين كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الحكمة كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واجعلنا وكل خلقك كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدين الكامل كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة التعاون على البر والتقوى كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الذكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الفكر كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الهم كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الافتقار كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الدعاء كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الصلاة على النبي وآله كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة الاستغفار كما تحب وترضى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل. ده أمر الشغل أهو عشان نبقى عارفينه كلنا. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، أمر الشغل بتوفيق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الشغل بتوفيق الله، تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل. يبقى السلام الحقيقي إيه؟ تحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل. تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة. عرفت بقول لكم نشتغل في الدعوة كلنا إلى الله وإلى رسوله ليه؟ عشان نتحقق السلام.
غير كده مش هتحقق سلام، هيبقى في حروب وهيبقى في حاجات زي ما انتم شايفين كده. يبقى الدعوه الى الله والى رسوله بتحقيق حقيقه الاسلام من خلال الدعوه الى الله والى رسوله يتحقق السلام الحقيقي. نقرا تاني امر الشغل. امر الشغل بتوفيق الله، بسم الله الرحمن الرحيم. امر الشغل بتوفيق الله تحقيق السلام الحقيقي بتحقيق حقيقة الإسلام والإيمان بالله عز وجل، فتكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين بالله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. اثنين، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. ثلاثة، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله بقدر قدرة الله، آمنا بك يا الله، خلصنا إليك يا الله من أنفسنا يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عند القيام بأي أمر من الأمور كما يحب الله ويرضى. أربعة، العمل بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. خمسة، الإخلاص لله عز وجل في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى، والحمد لله رب العالمين. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح. فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله. تاني، فيكون العطاء من الله لنا أن نكون ملوكا في جنة الخلد إلى الأبد، والنقاء من الله لنا في الدنيا والآخرة، والتميز من الله لنا في الدنيا والآخرة، والفصل من الله لنا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله لنا بالتمسك بأصل الحقيقة التي هي لا إله إلا الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أن نلتقي يوم الخميس القادم في الخامسة مساء، بيجي بعد المغرب، يبقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله على نصلي المغرب ونخرج إليكم بإذن الله بعد الخامسة مساء. يبقى الحلقة القادمة بعد صلاة المغرب، حيث أنها تتوافق مع الساعة الخامسة مساء. إلى أن نلتقي، لكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات بالصحة والعافية والإيمان والإسلام، وأن نكون دعاة إلى الله وإلى رسوله كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. رضي الله عنا وعنكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.